بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ سلايد شو تاني من الأول تاني معلش. إن شاء الله وصلت. تمام يا دكتور، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة Anatomy of the Cerebellum Part 2 by Professor Dr. Said Suleiman, Professor of Anatomy and Embryology, Alexandria, Egypt. المرة اللي فاتت كنا بدأنا في السيريبيلم وعملنا different classification or different subdivisions for the cerebellum. قسمناه أولاً anatomically into anterior lobe, posterior lobe, وfloculonodular lobe. قسمناه developmentally into arches cerebellum, pilus cerebellum, and neo cerebellum. وقسمناه functionally into vestibulocerebellum, cerebrocerebellum، والثالثة بتاعتهم كانت spinocerebellum. وبعد ما قسمناه دخلنا what are the nuclei present inside، عرفنا ان كان في اربع nuclei dentate in bulliform and globose. دخلنا على السيلز اللي موجودة، وكان موجود عندي ال outer molecular layer كان فيها two types of cells، basket and stellate. الميدل لاير كان فيها بيركنجي سيلز، الانر لاير كان فيها جرانيول اند جولجي سيلز. وقلنا السيلز دي ان ديتيلز ومين فيهم اللي كانت انهيبيتوري، كانوا كلهم انهيبيتوري فيما عدا الجرانيول سيلز كانت اكزايتانر. وعرفنا السيركتس اللي بتلف كل اللي داخل السيربيلم كان كلايمبنج فايبر او موسي فايبر. كلايمبنج يبقى وصل مباشره إلى الدندرايتس أو the Purkinje cells. الموسي يروح على السيريبيلر جلوميرولاس ويطلع منها as parallel fiber ويوصل برضو على في النهاية على البيركنجي cells. واتفقنا على إن الإفرنت فايبرز اللي طالعة من السيريبيلم these are the axons of the Purkinje cells. وهم طالعين يطلعوا يروحوا على one of the deep cerebellar nuclei or one of the vestibular nuclei. دي اللفة اللي احنا قلناها، وقلنا في كورتيكال ميكانيزم وفيه نيوكليار ميكانيزم. النهاردة عاوزين نربط الكلام ده ببعضه. هناخد السيريبيلر بيدانكلز، ايه الفايبرز اللي ماشية فيها كاناتوميكال لوكاليزيشن، وبعدين ندرس السيريبيلم كافرنت باثويز داخل السيريبيلم وافرنت باثويز طالعة من السيريبيلم، عشان نشوف السيريبيلم بيشتغل ازاي and the role of the cerebellum for أو in the motor control system. نبدأ أولا بالcerebellar peduncles، ودول عندنا ثلاثة. superior cerebellar peduncle between the midbrain and the cerebellum، middle cerebellar peduncle between the pons and the cerebellum، inferior cerebellar peduncle between the medulla and the cerebellum. بينين التلاتة هنا على الـ posterior aspect of the cerebellum، الـ superior بتبقى more medial ويليها الـ inferior intermediate in position، واللي more lateral اللي هي الـ inferior الـ middle cerebellar بتاعك. يبقى ترتيبهم superior inferior وأخيرا middle cerebellar بتاعك. هنا برضو نفس النظام، اللي نازلة من فوق دي this is the superior cerebellar بيدانكل، هي اللي more medial. بعدها inferior cerebellar peduncle intermediate in position، middle cerebellar peduncle more lateral in position. نبدأ بأول واحدة وهي superior cerebellar peduncle. واضحة على الرسمة دي، this is the superior cerebellar peduncle. الكافيتي اللي موجودة قدامي دي، this is the cavity of the fourth ventricle. وكان superior cerebellar peduncle بيعمل لنا upper lateral boundary of the fourth ventricle. هو اللي معدي جنبه كده upper lateral boundary، يقول لك formed by superior cerebellar peduncle. Superior cerebellar peduncle consists mainly of efferent fibers. Fibers طالعة من السيريبيلم. Fibers arising from the cerebellar nuclei. والفايبرز دي كانت pass upward and medially، وقلنا بتعمل لنا upper lateral boundary of the rhomboid fossa or the fourth ventricle. والفايبرز دي توصل لحد الميد برين
وتعمل كروسنج في الميدلاين، والكروسنج ده كان بيحصل at the lower level of the midbrain. يبقى السوبيريور سيريبيلر بدانكل بيعمل كروسنج at the lower level of the midbrain، ويعدي الاوبوزيت سايد الناحيه الثانيه، وهنشوف بعد كده بيعمل ايه. يبقى دي سد سوبيريور سيريبيلر بدانكل ك جروس ابييرنس او جروس اناتومي. What are the fibers passing through the superior cerebellar peduncle? الفايبرز اللي بتعدي خلال السوبيريور سيريبيلر بيدانكل، جزء داخل يعني يدخل خلال السوبيريور سيريبيلر بيدانكل، وجزء تاني افيرنت فايبر arising from او passing او leaving the cerebellum. اللي بيدخلوا السيريبيلم خلال السوبيريور سيريبيلر بيدانكل، these are the vents ventral spinal cerebellar tract، وهنقول بعض التفاصيل عليها بعد شوية. ventral spinal cerebellar يبقى جايب لي muscle tone من lower part of the body، ونمرة اتنين tecto cerebellar fiber يعني fibers carrying visual and auditory impulses from the tectum. فلداخلين السيريبيلم خلال superior cerebellar peduncle or the afferent fibers passing through the superior cerebellar peduncle are ventral spinal cerebellar tract and tecto cerebellar fibers. اللي طالعين من السيريبيلم يبقى these are the afferent fibers. الافرنت fibers passing through the superior cerebellar peduncle, these fibers will cross the midline. الخط ده الميدلاين، واضح ان الفايبر كلها عملت كروسنج تو ذا ميدلاين. Most of the fibers cross the midline. واما عدوا الميدلاين قلنا عند الليفل اللور ليفل اوف ذا ميد برين، بيتقسموا الى ascending fiber and descending fibers. الاسندنج يروحوا يعملوا ريلي على الريد نيوكليس، ويروحوا يعملوا ريلي على الثالاموس. يبقى وصلوا مكانين، يعني واحدة فيهم اسمهم سيريبيلو روبرال، والتانية اللي راحت الثالاموس يبقى سيريبيلو ثالاميك. يبقى اللي طالعين وعملوا كروسنج في الميدلاين واسندنج طالعين لفوق عبارة عن سيريبيلو روبرال اند سيريبيلو ثالاميك. الفايبر اللي عدت الأوبوزيت سايد ونازلة لتحت ديسندنج فايبر، بتروح تعمل ريلي على الأوليفري نيوكليس. يبقى عندنا السيريبيلو أوليفري ومجموعة راح على الريتيكولار فورميشن، يبقى السيريبيلو ريتيكولار. فكده الإفرنت فايبرز باسنج ثرو ذا سوبيريور سيريبيلر بدانكل أربعة، اتنين طالعين لفوق سيريبيلو روبرال وسيريبيلو ثلامك، اتنين نازلين لتحت سيريبيلو أوليفري أند سيريبيلو ريتيكولار. ومش هنقول نيوكلياي لأن هنلاقي الدنيا متغيرة عن المفهوم اللي احنا كنا حافظين. نيجي التاني بقى الجزء التاني وهو ميدل سيريبيلر بيدانكل. ده الميدل سيريبيلر بيدانكل مقطوعه في الكات سيكشن، ومعروف ان هو the largest of the three بيدانكلز، وبيبقى more lateral in position وdemarcated by the attachment of the trigeminal nerve. المكان اللي ماسك فيه الترايجيمينال نيرف ده يفصل الميدل سيريبيلر بيدانكل laterally عن البونز ميديالي. تيجي عنده كده يبقى الجزء اللاترال ده ميدل سيريبيلر بيدانكل، والجزء ده عن البونز نفسه بما يحتويه يعني اقصد الكورتيكو سباينال وهي نازله، والكورت والبونتاين نيوكلياي وهي موجوده اند سو اون. اتس فايبرز ارايز ان ذا بونتاين نيوكلياي وكروس تو ذا اوبوزيت سايد. يعني الفايبر طالعين من البونتاين، وسمعناهم قبل كده كنا بنقول عندنا كورتيكو بونتو سيريبيلر باث واي، هو ده اللي معدي خلال الميدل سيريبيلر بيدانك. وما يدخلوا السيريبيلم الفايبرز دي تم، وهي داخله السيريبيلم كنا قلنا هي ذا موست لاترال فايبرز. نيجي بقى على الميدل سيريبيلر بيدانك للكومبوننت بتاعته ايه. يعني أنا مرضيتش أكتب غير واحدة بس، this is the main component. هي دي عبارة فايبر اللي كانت نازلة from the cerebral cortex وعملت ريلي على one of the pontine nuclei، وال
على وان سايد على السيم سايد، بص كده كورتكس وبونتاين نيوكليا على السيم سايد، وبعدين الفايبر تعمل كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد وتدخل السيريبيلم. ذيس ار ذا كورتيكو بونتو سيريبيلر فايبرز. يبقى المين كومبوننت اوف ذا ميدل سيريبيلر بدانكل ار كورتيكو بونتو سيريبيل. ما ننساش ان الميدل سيريبيلر بدانكل فيه فايبر طالع فروم وان سيريبيلر هيمسفير ورايحة to the opposite cerebellar hemisphere، يعني عبارة عن cerebellum بونتو cerebellar اللي هتربط between both sides of the cerebellum. وهنلاقي بعد كده في مجموعة من الفايبر اسمها reticulus cerebellum برضو بتعدي خلال middle cerebellar، بس المين كومبوننت اللي ما يتنساش عبارة عن كورتيكو بونتو cerebellar fiber بالإضافة إلى cerebellum بونتو cerebellar and كورتيكو ريتيكولو سيريبيلر، وهنقولها بعد شوية بالتفصيل ازاي الريتيكولر فورميشن بتودي على السيريبيلر. الجزء اللي بعد كده عبارة عن انفيرو سيريبيلر بدنكل. الانفيرو سيريبيلر بدنكل يشمل جزئين، جزء بسميه ريستي فورم بودي، ريستي فورم بودي، وجزء التاني بنسميه جوكستا ريستي فورم بودي. يبقى انفيرو سيريبيلر بدانكل جزء ريستي فورم وجزء الثاني جوكستا ريستي فورم. وما اقول ريستي فورم بودي واسكت يبقى المقصود بيه على طول انفيرو سيريبيلر بدانكل، لان كل او معظم الفايبر كونتنت اللي ماشي خلال انفيرو سيريبيلر بدانكل بيعدي خلال الريستي فورم بودي. هلاقي كل اللي معدي بيعدي خلال الريستي فورم بودي فيما عدا الفايبرز اللي جاي from the inner ear from the vestibular apparatus connecting between the inner ear and the cerebellum، هي دي اللي بتعدي خلال الجزء اللي بسميه juxta restiform body. الانفيرو سيريبيلر بدنكل جروس اناتومي لو بصينا عليه كان موجود كده زي السوبير، ما هو كان فوق ده موجود تحت، جاي من الميدالة من الدورسو لاترال اسبيكت وده ميدالة، وعمل كيرف كده بوستيرولي ودخل السيريبيلم، وبعدين هو داخل بيبقى موجود in between the superior cerebellar peduncle and the middle cerebellar peduncle. يعني السوبيرور هو الموست ميديال، الانفيرو بعديه انترميديات، والموست لاترال هو الميدل cerebellar peduncle. يبقى this is the inferior cerebellar peduncle. وزي السوبيرور ما كان بيكون الابر lateral boundary of the fourth ventricle، عندي هنا الانفيرو بيكون لي lower lateral boundary of the fourth ventricle. يبقى الاثنين عاملين لي حدود الفورث فنتريكل، الابر بارت باي ذا سوبيرو سيريبيلر بيدانكل واللور بارت باي ذا انفيرو سيريبيلر بيدانكل. وبكررها تاني فورمت اوف ريستي فورم بودي والجزء الثاني جوكستا ريستي فورم بودي. ده كده عباره عن الريفرنس بتاعنا جري، قال لنا برضو ان الانفيرو سيريبيلر بدنكل عباره عن كومباكت باند اللي بنسميها ريستي فورم، وجزء الثاني بسميه جوكستا ريستي فورم، والجوكستا ريستي فورم ده يحتوي على فايبرز كونكتنج بتوين ذا سيريبيلم اند ذا فيستيبولار نيوكليا. اكتب لهوت الجوكستا ريستي فورم بودي بيحتوي على فايبر كومبوننت كونكتنج بتوين الفيستيبولار نيوكليا. يبقى بيحتوي على افرنت فايبر فروم ذا بيركنجي وطلع راح الفيستيبولار نيوكليا، او برايمري فيستيبولار افرنتس طالعين من الفيستيبولار نيوكليا وداخلين مباشره على السيريبيلم، وهيجي الكلام عليهم بعد شويه، بسميهم برايمري فيستيبولار افرنتس. او الفايبرز اللي جايه من الفيستيبولار نيوكليا عدت على من الفيستيبولار اباريتس من الانر اير، يبقى الداخله من الانر اير مباشره من الانر اير على السيريبيلم بقت برايمري فيستيبولار افرنت. اللي داخله من الانر اير وعدت على وان اوف ذا فيستيبولار نيوكلياي وبعدين وصلت السيريبيلم دي بنقول عليها سكندري فيستيبولار افرنت، وهيجي بعد شويه نوريك برايمري فيستيبولار افرنت ونوريك سكندري فيستيبولار افرنت. الفايبرز اللي هي طالعه من الفيستيجيال كده بس اسم زياده من الفيستيجيال ورحل الفيستيبولار نيوكلياي ولف فوق السوبيرو سيريبيلر بدانكل، فوق السوبيرو سيريبيلر بدانكل بسميها انساينيت فيسيكولاس، انساينيت فيسيكولاس.
اللي يهمني بقى ومهم جدا, what are the fibers passing through the inferior cerebellar peduncle. بص عليهم كده, نمرة واحد عندي أو نمرة A afferent ونمرة B efferent fibers. الأفرنس اللي داخلين السيريبيلم, نمرة واحد دورسال سباينو سيريبيلر, دورسال أدي واحدة هي دي سدا دورسال سباينو سيريبيلر, يعني جايبالي impulses proprioceptive impulses from the spinal cord, يعني جاي from the muscles and the joints. spinal cerebellar يبقى جايبة impulses from the muscles and the joints وبتوديها السيريبيلم, فدي dorsal spinal cerebellar وهنتكلم شوية على spinal cerebellar tracts. نمرة اتنين بص كده كيونيو سيريبيلر, الفرق بين الاتنين dorsal spinal cerebellar وكيونيو سيريبيلر. الدورسال دي برضه هنقول الكلام ده بعد شوية بالتفصيل, الدورسال دي from the lower part of the body والكيونيو from the upper part of the body. البروبريوسيبتيف impulses above the level of T6 they ascend through the gracile through the cuneate tract ascend through the cuneate tract ويروحوا يعملوا ريلي على الاكسسوري كونيت نيوكليس, ومن الاكسسوري كونيت يدخلوا على السيريبيلم, فبنسميهم كيونيو سيريبيلر. بقى عندي دلوقتي دورسال سباينو سيريبيلر نمره واحد ونمره اثنين كيونيو سيريبيلر نمره اثنين. نمره ثلاثه فايبرز جاي فروم ذا انفيرور اوليفري نيوكليس اوف ذا اوبوزيت سايد, انفيرور اوليفري نيوكليس اوف ذا اوبوزيت سايد, وهتعدي الميد لاين وتعدي توصل للسيريبيلم اوف ذا اوبوزيت سايد, يبقى دي اسمها اوليفو سيريبيلر فايبرز اللي باللون الاحمر دي كده, يبقى نمره 3 اوليفو سيريبيل. نمره 4 فيستيبولو سيريبيلر, عامل لك اهو ادي فيستيبولار نيرف, فيستيبولار نيرف والفايبرز مدخلها مباشره على السيريبيلم, يبقى ذيس ار برايمري فيستيبولار افيرنس, يبقى نمره 4 فيستيبولو سيريبيلر فايبرز. خد بالك ان فيه بص كده ممكن يطلعوا فروم ذا فيستيبولار نيوكلياي, يعني بعد ما جم الانر اير دخلوا على وان اوف ذا فيستيبولار نيوكلياي وبيطلعوا يدخلوا السيريبيلم مره ثانيه برضو خلال الانفيرو سيريبيلر, يبقى ذيس ار كولد سكندري فيستيبولار افيرنس. يبقى الفيستيبولو سيريبيلم عندنا برايمري وعندي سكندري, اللي جاي من الاير على طول بقى برايمري, جيم الاير وعدى على الفيستيبولار نيوكلياي ودخل السيريبيلم بقى سكندري فيستيبولار افيرنس. التراكت اللي بعد كده اللي بتدخل السيريبيلم ريتيكولو سيريبيلر, وريتيكولو سيريبيلر دولت باي لاترال, يعني جيم فروم ذا ريتيكولار فورميشن اوف بوث سايدز, فروم ذا ريتيكولار فورميشن اوف بوث سايدز اللي موجوده في البونز والميدال. نمرة ستة عندي anterior external arcuate fibers, ودي قلتها في الأول خالص, أدي anterior external arcuate fiber وأدي anterior external arcuate fiber from the arcuate nuclei of both sides, يعني أدي arcuate nucleus جنب البيراميد وهتدخل على السيريبيلا, أدي arcuate nucleus of the opposite side وعدت الميدلاين وتدخل على السيريبيلا, يبقى عندي from the arcuate nuclei of both sides, دي اللي بنقول عليها anterior external arcuate fibers, ودي بتعمل curve على the lower part of the olive, olive, وممكن لو معاك ميكروسكوب عدسة كده تشوف الفايبر دي وهي موجودة على the outer surface of the medulla. آخر نوع أو اللي قبل الأخير في الفايبر, فايبر طلع from the arcuate nuclei ومشت posteriorly لحد ما وصلت الفلور اوف ذا فورث فينتريكل وعملت كروسنج ودخلت تو ذا سيريبيلم اوف ذا اوبوزيت سايد, ودي اللي بسميها ميدلر استرايا. يبقى اللي طالعين من الاركوت نيوكلياي حاجتين, يا انتيرور اكسترنال اركوت فايبرز اوف بوث سايدز, يا اما ميدلر استرايا, والميدلر استرايا دي بتطلع فروم ذا اركوت نيوكلياي ومشت بوستيرولي وبعدين في الفلور اوف ذا فورث فينتريكل الى ان وصلت الى السيريبيلم. وانا قلت الكلام ده الاركوت نيوكلياي انهم قبل كده عباره عن displaced pontine نيوكلياي, يعني زيهم زي الكورتيكو بونتو سيريبيلر باسوي, هو ده زي الكورتيكو بس عمل ريلي على الاركوت نيوكلياي ودخل على السيريبيلم.
اخر فايبرز داخل السيريبيلم خلال انفيرو سيريبيلر بدانكل ديز ار كولد ترايجيمينو سيريبيلر. ما هو ترايجيمينو سيريبيلر زيها زي الدورسال سباينو سيريبيلر وفنترال سباينو سيريبيلر، يعني شايل لي بروبريسبتيف امبلسز فروم ذا فيس من المسلز اوف ذا فيس وتمبرو مانديبولار جوينت اند سو اون. يبقى عندي تقريبا كده 7 او 8 فايبرز باسنج ثرو ذا انفيرو سيريبيلر بدانكل. الافرنس بقى اللي طالعين من السيريبيلم، طالعين من السيريبيلم ورايحين تو اذر سايتس وبيعدوا خلال انفيرو سيريبيلر بدانكل، ذيس ار سيريبيلو فيستيبولار، جايين من السيريبيلم ورايحين على الفيستيبولار نيوكلياي، طالعين من هنا من السيريبيلم ورايحين على وان اوف ذا فيستيبولار نيوكلياي، يبقى السيريبيلو فيستيبولار. او طالعين من السيريبيلم ورايحين على الريتيكولار فورميشن، يبقى عندي السيريبيلو ريتيكولار. فاللي طالعين من السيريبيلم وبيعدوا خلال انفيرو سيريبيلر بدانكل ار سيريبيلو فيستيبولار اند سيريبيلو ريتيكولار. الصوره دي طبعا كده نفس الكلام اللي فات، برضو ستيرو سباينو سيريبيلر وعندي ادي كيونيو سيريبيلر وبعدين اوليفو سيريبيلر وريتيكولو سيريبيلر وفيستيبولو سيريبيلر اند سو اون. برضو بتبقى يوضح لي تاني نفس الكلام بتاع السلايد اللي فات. احنا عاوزين الكلام ده عمالين نسمعوه كده، عاوزين نشوفه بيلف ازاي والفانكشن بتاعته ايه اللي داخل فيه بقى، يعني ايه الجديد اللي هنقوله النهارده. فهنيجي بقى regarding the cerebellar afferents، هنعملهم لوحديهم cerebellar afferents وcerebellar efferents، ونجمع الافرنتس مع بعض والافرنتس مع بعض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. السيريبيلر افرنس مش هنقول بقى السوبيرور وميدل وانفيرور، احنا حفظناهم كده كاناتوميكال. سوبيرو سيريبيلر بدانكل ايه اللي بيعدي فيه، ميدل سيريبيلر بدانكل، انفيرور سيريبيلر بدانكل. انا عاوز المره دي تقسم لي الى سيريبيلر افرنس تجمعهم مع بعض وسيريبيلر افرنس تجمعهم مع بعض. لان الافرنت اللي داخلين دولت كلهم في النهايه هيروحوا على البركنجي سيلز، وبعدين يطلعوا من البركنجي سيلز هيروحوا على one of the deep cerebellar nuclei or one of the vestibular nuclei، وبعدين يطلعوا from these nuclei يروحوا to the other sites. هنشوف السايتس دي ايه بعد شوي. يبقى كده ربطنا اللي داخل مع اللي طالع وفهمنا the role of the cerebellum regarding motor control system. فنبدأ بأول حاجة cerebellar afferent fibers. الصورة الصغيرة الجميلة دي كده بتقول ان الانبوت او الافرنت فايبرز انترنج انتو ذا سيريبيلم ارايز فروم ثري مين سايتس، يا افرنت فايبرز فروم ذا سيريبرال كورتكس، يا افرنت فايبرز فروم ذا سباينال كورد، يا افرنت فايبرز فروم ذا فيستيبولار سيستم. يبقى نمرة واحد، السيريبيلم جاي له من ثلاث اماكن كبار مهمين، هنلاقي بعد شويه في واحده رابعه، بيجي له from the cerebral cortex from the spinal cord from the vestibular apparatus. هناخد كل واحد من دول بالتفصيل ونبدا اولا بالسيريبيلر افرنس arising from the cerebral cortex. هو اللي طالع من السيريبيلر cortex وراح السيريبيلم اسمه ايه؟ كلنا حافظين كورتيكو بونتو سيريبيلر، دي نمرة واحد. هنضيف عليها سيريبرو أو كورتيكو أوليفو سيريبيلر، يعني نازل الأولاني نازل من السيريبرال كورتكس عدى على البونتاين نيوكلياي ودخل السيريبيلر، والنوع الثاني نازل برضو فروم ذا سيريبرال كورتكس ورايح على الأوليفري نيوكلياس وبعدين يدخل السيريبيلر، يبقى اسمه كورتيكو أوليفو سيريبيلر أو سيريبرو أوليفو سيريبيل. ثالث نوع جاي برضو from the cerebral cortex وعدى على الريتيكولار فورميشن وبعدين يرجع يدخل تاني السيريبيلم. ما أنا مش عاوز أحفظ بقى أوليفو سيريبيلر والريتيكولو سيريبيلر وخلاص، أنا عاوز أشوفها جاي منين في الأول وفي النهاية راح فين. يبقى عندنا كورتيكو بونتو سيريبيلر وسيريبرو أوليفو سيريبيلر وسيريبرو ريتيكولو سيريبيلر، يبقوا ثلاثة كده جايين from the cerebral cortex. ناخد كل واحد بالتفصيل ونبدأ باللي احنا كنا حافظين وعارفينه، this is the cortico-ponto-cerebellar pathway.
كورتيكوبونتول فايبرز طالع from the different loops of the cerebral cortex، يعني طالع من الفرنتال لوب وبارايتال لوب وتمبورال لوب اند اوكسيبيتال لوب from the different areas of the cerebral cortex. والفايبرز descend through the corona radiata وانترنال كبسول، والفايبر عدت من الكورونا راديتا وانتنا كبسول وراحت عملت ريلي على one of the pontine nuclei، وبعدين يطلع second order neuron من البونتاي nuclei يروح داخل الى السيريبيلم of the opposite side، يعني السيريبيلر hemisphere of the opposite side، يعني الفايبر will cross to the opposite side cerebellar hemisphere، والفايبر دي بتعدي خلال الميدل cerebellar بدون. يبقى these are called the corticopontocerebellar from the cerebral cortex of one side to the pontine nuclei of the same side then to the opposite cerebellar hemisphere to the opposite side cerebellar hemisphere through the middle cerebellar bundle. الفايبرز دي ناخد بالنا وهي نازلة ممكن ما تبقاش نازلة كده مباشرة من فوق وخط واحد كده نازل وسلك واحد نازل موصل وداخل على السيريبيلا، ده ممكن الفايبرز دي تكون سايد برانشز اور كولاترال برانشز فور ذا كورتيكوسباينال تراكت از ات باسس ثرو ذا بونز، يعني نازل من فوق كورتيكوسباينال اللي احنا كلنا حافظينها يروح طالع منها سايد برانشز عاملين كده ريلي، وده السبب ان تلاقي الكورتيكوسباينال فايبرز معدية في البونز وعامله لي باندل كده متقطعها وسط البونز وحواليها dispersed pontine nuclei متداخلين مع بعض الكورتيكوسباينال فايبر وهي نازلة مع البونتاين نيوكلياي. لهذا السبب يبقوا ممكن يكونوا نازلين من فوق مباشرة وممكن يكونوا نازلين وجم عند البونز as side branches or collateral branches from the descending corticospinal tract fibers. يبقى عرفنا كده أول واحد اللي هو عبارة عن corticopontocerebellar pathway. تاني pathway عبارة عن cerebro-olivo-cerebellar والفايبرز برضو طالع from the different loops of the cerebral cortex، عندنا frontal وparietal وtemporal وoccipital loop وبتعدي خلال الكورونا رادياتا والانترنال كبسول وترمينيت على الانفيرور اوليفري نيوكلياي اوف بوث سايدز، يعني نازله من فوق وعدت جت هنا على الاوليفري نيوكليس بتاعت الناحيه دي والاوليفري نيوكليس بتاعت الناحيه الثانيه، باينه خط نازل عامل ريلي على الناحيه وادي اللي عاد من ريلي على الناحيه دي. على الناحيه الثانيه خد بالك اللي جه عمل الريلي الناحيه دي ده يروح طالع كده to the cerebellar hemisphere of the opposite side، واللي عمل ريلي هنا برضه هيروح to the cerebellar hemisphere of the opposite side او enter the opposite cerebellar hemisphere. والفايبر بتاعت السيريبرو اوليفو سيريبيلر دي من ضمن الحاجات اللي كانت بتعدي خلال الانفيرو سيريبيلر بدنك، الفايبرز ديت اللي بتعدي وجايه من فوق سيريبرو واوليفو وبعدين دخلت السيريبيلم هي دي الكلايمبنج فايبرز، ما احنا قلنا اللي داخلين السيريبيلم يا كلايمبنج فايبر يا موسي فايبر، اللي طالعين من الانفيرو وليفري نيوكليير ذيس ار كلايمبنج فايبر، وعرفنا السبب ليه ان هم هيعدوا خلال الجرانيولار لاير والميدل بيركنجيس لاير ويطلعوا لحد الاوتر مولكيولار لاير ويعملوا ريلي على مين على الدندرايتس اوف ذا بيركنجيس. بكرر تاني ان الاوليفو سيريبيلر ذيس ار كلايمبنج فايبر، هي مش اوليفو بس هي كورتيكو اوليفو سيريبيلر، يعني الاوليفري نيوكليس دي اندر ذا كنترول اوف ذا سيريبرال كورتكس ات فيرست، والاوليفري نيوكليس دي بس كده نيوكليس في النص بتوصل ما بين السيريبرال كورتكس وبتوصل ما بينه وبين السيريبيلم زي الكورتيكو بونتاين برضو بين السيريبرال كورتكس والبونتاين نيوكلي في النص والسيريبيلم هو اللي هيوصله في النهايه. زيها تماما نمره 3 اللي هي سيريبرو ريتيكولو سيريبيلر باثوي. سيريبرو ريتيكولو يعني طالع برضو from the different areas of the cerebral cortex، وقال لك particularly the sensory motor areas وتنزل على reticular formation on the same side and on the opposite side،
على الناحيتين، يعني بتاعت الاوليفري نيوكليس نزلت على الاوليفري نيوكلياي وبوث سايدز، واللي نازلين من السيريبرال كورتكس على الريتيكولار فورميشن ينزل برضو على الريتيكولار فورميشن اوف بوث سايدز. السالفايبرز اللي هتطلع من هنا برضو هتروح تو ذا سيريبيلر هيمسفير اون ذا سيم سايد، يعني الريتيكولار نيوكلياي ديت هتودي على السايد بتاعها والريتيكولار نيوكلياي دي هتودي على السايد بتاعها، والفايبر دي برضو بتعدي خلال الانفير والسيريبيلر بدك. فبقى عندي كده السيريبرال كورتكس، عاطيني كورتيكو بونتو سيريبيلر باثوي، سيريبرو اوليفو سيريبيلر باثوي، اند سيريبرو ريتيكولو سيريبيلر باثوي. هي الكونكشن دي فايدتها ايه؟ هي دي اللي هتدي information للسيريبيلم regarding the initiation of movement. يعني الانيشيشن of movement انت بتفكر فيه الاول، لو هتشوط كورة او تلعب كورة او تمسك القلم وتكتب انت بتفكر اول بالسيريبيلم كورتكس. يبقى regarding initiation of movement in the cerebral cortex are transmitted, these information are transmitted to the cerebellum, والسيريبيلم بعد كده هيعمل مونيتورينج فور ابروبريت ادجستمنت اوف ذا ماسل اكتيفيتي عشان يعمل لي الموفمنت ان ذا بروبر واي اند ان ذا بروبر تايم. وهنقول بعد شويه تفاصيل بتاعتها ازاي السيريبيلم بيدخل ويعمل لي كنترول. احنا بس عاوزين الحته الكورتكس مع السيريبيلم بينقل ايه انفورميشن ريجاردنج ذا انيشيشن اوف موفمنت فروم ذا سيريبرال كورتكس تو ذا سيريبيلم. تاني سايت بيدي افرنت فايبرز تو ذا سيريبيلم ودول فيري امبورتنت ار ذوز افرنت فايبرز ارايزنج فروم ذا سباينال كورد. احنا قلنا اول سايت بيطلع منه فايبر تدخل السيريبيلم عباره عن سيريبرال كورتكس، تاني سايت فروم ذا سباينال كورد. وهلاقي السباينال كورد عاطيني مجموعه سباينو سيريبيلر تراكس تشمل anterior spinal cerebellar أو ventral spinal cerebellar، وناخد بالنا ان ديت from the lower part of the body، واللي قصتها from the upper part of the body is called rostral spinal cerebellar. يبقى anterior spinal cerebellar and rostral spinal cerebellar. والتراكت رقم 3 ورقم 4 عبارة عن posterior spinal cerebellar and the cuneus cerebellar. انا حطيت كل الاثنين مع بعض كده عشان ديت from the lower part of the body، والروسترال is the upper limb equivalent and the upper part of the body equivalent for the ventral spinal cerebellar. يبقى عندي ventral spinal cerebellar ومعها روسترال spinal cerebellar، واللي زيها برضو posterior spinal cerebellar والupper part of the body يعني الupper limb equivalent بتاعها عبارة عن cuneus cerebellar. يبقى عندي أربعة spinal cerebellar tracts ventral and rostral، والتانية posterior and cuneus cerebellar. كل ال spinal cerebellar tracts اللي داخلين السيريبيلم، ما هو دول الداخلين عبارة عن الموسي فايبرز اللي داخلة. هي دي الموسي فايبر اللي كانت بتحمل excitatory fibers رايحة عند السيريبيلر جلوميرولاس، وبعدين تاخدها بقى الأكزون بتاعت الجرانيول سيل وتوديها فوق خالص على السيريبيلر على السيريبرال كورتكس على السيريبيلر كورتكس. يبقى هي دي عبارة عن موسي فايبر وهي داخلة، وبعدين وهي داخلة كانت بتديني سايد برانشز كده أو كولاترال برانشز تو وان اوف ذا ديب سيريبيلر نيوكلياي، وشفناها المرة اللي فاتت وممكن تيجي معانا بعد شوية. أنا عاوز أقول لك إن في أربعة سباينو سيريبيلر تراكتس داخلين السيريبيل، بيقابلهم واحدة جاية من الفيس اللي هي عبارة عن ترايجيمينو سيريبيلر. فالترايجيمينو سيريبيلر نفس الفانكشن بتاعت أنتيرو وفنترال وبوستيرو ودورسال سباينو سيريبيلر أند سو. التراكتس دي كلها بتودي سيريبيلر بروجيكشنز تو ذا سيريبيلم، وقلنا زيها عباره عن طالع من الترايجيمينال البرين ستيم نيوكلياي ورايحين برضو على السيريبيلم. بقى عندي في النهايه خمسه سيريبيلر داخلين على السيريبيلم: انتيرو سباينو سيريبيلر وروسترال سباينو سيريبيلر
بوستيرو سباينو سيريبيلر وبعديها كيونو سيريبيلر، واللي جاي من الترايجيمينال اريا من الفيس يبقى عندنا ترايجيمينو سيريبيلر. ناخد واحده واحده كده ونبدا بالفنترال اور انتيرور سباينو سيريبيلر تراكت. اما بص كده هلاقي فيه ادي دورسال روت جانجليون، وبعدين دخلت عملت ريلي كده على كلارك نيوكليوس اللي النيوكليوس دورساليس، وعملت كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد وهي موجوده في السباينال كورد، والاقيها اسند ابورد اسند ابورد، وقعدت طالعه كده لحد ما وصلت الميد برين ودخلت السيريبيلم خلال السوبيرو السيريبيلر بدنك. فدي كده فنترال او انتيرو سباينو سيريبيلر تراك. يبقى الفيرست اوردر نيورون بتاعنا دورسال روت جانجليون، السكند نيورون موجود في السباينال كورد نقول عليه نيوكليوس دورساليس او كلاركس نيوكليوس، وناخد بالنا ان الانتيرو سباينو سيريبيلر او الفنترال سباينو سيريبيلر ذا فايبرز ويل كروس تو ذا اوبوزيت سايد، لان الدورسال مش هتعمل كروسنج، وطلعت في الاوبوزيت سايد سباينال كورد واسند خدت السباينال كورد كله، وبعدين ميدالا وبونز وميد برين، ودخلت السيريبيلم خلال السوبيرو سيريبيلر بيدانكل. ناخد بالنا ان الفايبر ديت دخلت السيريبيلر هيمسفير الناحيه دي، بس بالنهايه بتروح لفه كده ومعديه خلال الميدل سيريبيلر بيدانكل وتيجي على السيريبيلر هيمسفير اوف ذا سيم سايد of the same side، يعني اللي طالعين من spinal cord إذا عمل crossing هيرجع تاني على same side، طب ما عملش crossing يطلع على same side، يبقى اللي جايين من spinal cord بيخشوا cerebellum of the same side، cerebellar hemisphere of the opposite side، بعكس اللي جايين من cortex، يعني اللي جاي من الكورتكس بقى بونتو سيريبيلر عمل كروسنج، وكورتيكو أوليفو سيريبيلر، وكورتيكو ريتيكولو سيريبيلم كلهم بيعملوا كروسنج وينزلهم على السيريبيلر هيمسفير اوف ذا اوبوزيت سايد. يبقى اللي جاي من الكورتكس بيعدي اوبوزيت سيريبيلر هيمسفير، واللي جاي من السباينال كورد هيعمل هيطلع على السيريبيلر هيمسفير اوف ذا سيم سايد. ودي اول واحده عندنا اللي هي فنترال اور انتيرور سباينو سيريبيلر تراك. في بعض التفاصيل بقى ما ناخدها مع التراكتس يقول لك سباينال بوردر نيوكليس اند سو اون، خلينا دلوقتي ماشيين على دورسال روت جانجليون وكلارك النيوكليوس والفايبر عملت كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد. الانتيرور او الفنترال سباينو سيريبيلر دي جايبه بروبريوسيبتيف امبلسز فروم ذا لوور بارت اوف ذا بودي. طب في واحده بتجيب من الابر بارت اوف ذا بودي بتقابلها. This is the so-called rostral spinocerebellar tract. بص انا كاتب لك ايه؟ It is considered as the upper limb and the upper trunk counterpart or equivalent. This is the upper limb and the upper trunk equivalent of the ventral spinocerebellum. يبقى الventral او الanterior spinocerebellar جايبة from the lower part of the body، واللي بيقابلها from the upper part of the body is the so-called rostral spinocerebellum. وبعدين بيقول لك most of the fibers remain ipsilateral، معظم الفايبر تطلع على السيم سايد. هتلاقي كتب كتير عاملاها اوف ذا سيم سايد، احنا عندنا ريفرنس جون مارتن هتلاقيه كاتبها دلوقتي عملت كروسنج اوف ذا اوبوزيت سايد، يبقى ماشيه. وفي كتب كاتبها باي لاترال، يعني الروسترال سباينو سيريبيلر تراكت عباره عن باي لاترال، باي لاترال يعني طلع على السيم سايد وطلع على الاوبوزيت سايد. فكل ده مكتوب على السيم سايد اوكي، على الاوبوزيت سايد اوكي، وبعدين يقول لك اون بوث سايدز ومينلي ابسيلاترال او اون بوث سايدز ومينلي كونترا لاترال ايا كان. يبقى احنا عرفنا بس ان في خلاف على روسترال سباينو سيريبيلر تراك. في النهايه هي هتوصل السيريبيلم سواء ابسيلاترال او كونترا لاترال، ولو راحت على الاوبوزيت سيريبيلر هيمسفير هترجع تاني خلال الميدل سيريبيلر بدانكل وتطلع على السيم سايد. يبقى في النهايه هي بد ان تصل على القاعده بتاعتنا اللي طالع من السباينال كورد هيروح على السيم سايد. التراكتس دول اللي هم فنترال ودورسال فايدتهم ايه؟ they convey muscle joint information،
muscles and the joint information يودوها السيريبيلم. هما ما همش purely unconscious proprioceptive sensation. لما ترى تفاصيل شوية بص كده information from the skin and the superficial fascia يعني هما proprioceptive وبيشيلوا برضو شوية extraceptive information عشان يدخلوها على السيريبيلم. اللي بعد كده عبارة عن posterior spinocerebellar والupper limb equivalent بتاعها اللي بنسميه كيونيو سيريبيلر. برضو نفس النظام الدورسال روت جانجليون هي الفيرست اوردر نيورون راه عمل ريلي على الكلارك نيوكليس وبص الفايبر لف وجت فين واسند اون ذا سيم سايد وهتعدي خلال الانفيرو سيريبيلر بدنكل عشان تدخل السيريبيلر هيمسفير of the same side واتفقنا على ان كل السباينو سيريبيلر في النهاية عبارة عن موصي فايبرز داخل السيريبيلر. يبقى عرفنا البوستيرور او دورسال سباينو سيريبيلر اولا دورسال روت جانجليون نمرة 2 كلاركس نيوكليس والفايبر تطلع على السيم سايد وتعدي خلال الانفيرو سيريبيلر بدنكل وتدخل على the same side سيريبيلر هيمسفير. يبقى this is the so-called posterior or dorsal spinocerebellar tract. لا برضو upper limb equivalent. واحدة شايلة الانفورميشن from the upper part of the trunk and the upper limb. والupper limb and the upper trunk equivalent of the dorsal spinocerebellar tract is called cuneocerebellar. وهي الفايبرز طالعة برضو from the dorsal root ganglion. وطالعة ماشية مع الكيونيت تراكت مع الكيونيت تراكت بتاعت الدورسال كولم بس لما توصل الميدلة تعمل لي ريلي على اكسسوري كيونيت نيوكليس اكسسوري كيونيت نيوكليس وبعدين يطلع الفايبر فروم ذا اكسسوري كيونيت وسمها كيونيو سيريبيلر فايبرز وتدخل على السيريبيلر هيمسفير اوف ذا سيم سايد فدي واضحة ان ما بتعملش كروسنج كيونيو سيريبيلر ودي برضو ما فيهاش كروسنج اللي هي الدورسال سباينو سيريبيلر اللي كان فيها خلاف اللي هي عبارة عن الروسترال سباينو سيريبيلر كده احنا قلنا السيريبيلر افرنس فروم تو مين سايتس السايت الاولاني كان سيريبرال كورتكس وقلنا ثلاثة تايبس اوف فايبر السايت الثاني كان عبارة عن سباينال كورد قلنا اربعة تراكتس وضيفنا عليهم واحدة من الترايجيمينال بقى كده خمسة داخلين السيريبيلم من الشيلو بروبريوسيبتيف سنسيشن ثالث مين سايت يودي افرنت فايبرز تو ذا سيريبيلم اذا سو كولد فايبرز ارايزنج فروم ذا فيستيبولار نيرف او فيستيبولار اباريتس او انر اير الفايبرز اللي طالعه من الانر اير خلال الفيستيبولار جانجلون اللي موجوده في الانر اير بص عليهم كده طالعين هم تدخلين على السيريبيلم مباشرة يبقى these are called the primary vestibular afferents وناخد بالنا ان الافرنس الوحيدة اللي طالعة من نيرف ودخل على السيريبيلم مباشرة هي فايبر واحد هي عبارة عن بص كده النيوكليس موجودة هنا بريفرال باسوي جايب لي من الاير وسنترال باسوي داخل على السيريبيلم هي عبارة عن الفيستيبولار أباريتاس بيدخل مباشرة على السيريبيلم. يبقى these are called the primary vestibular afferents. يا الفايبرز طلع من الانر اير ودخل على الفيستيبولار نيوكلياي وبعدين طلعت وصلت السيريبيلم. يبقى دي نقول عليها secondary vestibular afferents. يبقى اللي طالعين من الفيستيبولار apparatus from the inner ear are either primary vestibular afferents or secondary vestibular afferents. وطالعين بيقول لك هم معدوا على superior والميديال والinferior vestibular nuclei وبعدين يدخلهم الى السيريبيلم وبص كده all afferent fiber from the inner ear terminate as mossy fiber. ما انا اتفقت على ان كل اللي داخل السيريبيلم عبارة عن mossy fiber فيما عدا بتوع الاوليفري nucleus. أدي primary vestibular afferents وأدي secondary vestibular afferents البرايمري رايحين على same side بيروحوا عن نديول واليوفيلا والأنتيرو لوب نديول
ويوفيلا وانتيرو اللوب. السكندري فيستيبولار افرتس يروحوا على نفس الارياز الثلاثه نديول ويوفيلا وانتيرو اللوب، وهنزود عليهم فلوكيولاس اللي هو الجزء بتاع الفولوكيولو نودولار لوب. يبقى في النهايه راحوا على الفوليكولاس اللي بتاعه الفوليكولو نودولار لوب، وبعض الاجزاء من الفيرمس. عندي يوفيلا هي موجوده في الفيرمس، وعندي جزء في الفيرمس تبع الانتيرو لوب. يعني الفيستيبولار افرنس بيوصلهم على الفولوكولو نودولار لوب اند اولسو ذا فيرمس. ركز عليها دي كده، بيروحوا على الفولوكولو نودولار لوب وفي جزء منها بيروح على الفيرمس، عشان وهم طالعين هيبقوا برضو نفس الباثوي. اعتقد ده ملخص الكلام اللي انا قلته، وده نفس الصورة اللي انا كنت جايبها قبل كده، ان اللي داخلين السيريبيلم from the cerebral cortex corticopunto cerebellar cerebro olivo cerebellar cerebro reticulo cerebellar طالعين من الاسباينال كورد dorsal spinus cerebellar، والابر limb equivalent بتاعها اسمه cuneus cerebellar. ventral spinus cerebellar والابر بارت equivalent بتاعها اللي مش مكتوب هنا rostral spinus cerebellar. والسايت الثالث vestibular system، يا اما primary vestibular fiber or secondary vestibular fiber. رابع سايت غير الثلاثة دول كده ممكن يدخل السيريبيلم عبارة عن fibers arising from the red nucleus and tectum. red nucleus وهتيجي التفاصيل بتاعتها بعد شوية، and the tectum اللي هي tecto cerebellar fiber، ودي عبارة عن visual impulses and auditory impulses. وشفنا المرة اللي فاتت الأماكن اللي داخلة فيها في منطقة الفيرمس، بيدخل لنا visual fibers and auditory fiber، وهي دي اللي tecto cerebellar اللي كانت بتعدي خلال السوبيرو cerebellar بتاعها. فطلعنا كده ادي ثلاثة من sites، والسايت نمرة أربعة اللي هم الأزر afferent fibers arising from red nucleus and tectum. قبل ما نبدأ الفايبر دي هترجع ازاي، برضو نسمع لو في بعض الكومنت كده، او لو انا سريع شوية ممكن نبطأ شوية. دكتورة أمال استاذة الكبيرة بتاعت الكوردينيتور بتاع الجلسة الكبيرة يا دكتور أمال، تقريبا ممكن الكونكشن يمكن مش معا. دكتورة إيمان العزب لو لا اي كومنت. انا جيت طب قول يا دكتورة لو في اي حاجة، ولا سبتيننا وطلعتي كده؟ لا اصل كان ابني بيكلمني من الكويت، ف لا لا بدم الكويت خلاص يعني ماشي اوكي. الدكتورة إيمان العزب لو لا اي كومنت كده. الدكتورة إيمان العزب، لا ربنا يكرمك دكتور سيد. بس انا سيريبيلم ده غريب قوي دكتور. لا ده احنا لسه يا دكتورة لسه الغرابة لسه ما جاتش، لسه انا داخل في اللي يعني على ما هو اصعب شوية. اصعب دكتورة حاجة إيمان العزب، من ده لسه اللي جاي، هنشوف الدنيا هتلف ازاي، اللي داخل بقى هيطلع ازاي. والشباب اللي معانا الدكتور ادهم وبدريه ونعمه وروان والشباب النيورولوجي والنيوروسيرجري، لو في اي سؤال كده ان فيو مينتس ممكن. هم بتوع النيورولوجي عمرهم ما بيعرفوا الحاجات دي صح؟ يعني ربنا يسهل. نبدا بقى بالسيريبيلر نديهم مساحه، نديهم مساحه دكتور سيد يعبروا عن نفسهم برضو. طب بيقولوا لنا الشباب عايز حد من الشباب عايز يعني يسأل حاجة يعني ولا ايه؟ او حاجة مش واضحة؟ دكتور السيد جزاك الله خير، جزاك الله خير وربنا ينفع بعينك. ايه ده دكتور عزة معانا ولا ايه؟ دكتور عزة عامل ايه؟ يا حبيب قلبي الله يخليك ربنا يكرمك يا رب. يا رب احنا نشوف السيريبيلر افرنت فايبرز بقى تطلع ازاي. ما انا قلت كل اللي داخل ده في النهاية هيكون عبارة عن موسي فايبر أو كلايمبينج فايبر. بدأ موسي فايبر أو كلايمبينج فايبر يعني في النهاية وصل على بص كده هيوصل على البركنجي سيلز، يا يوصل مباشرة كلايمبينج فايبر راحت على دندرايتس أو البركنجي سيلز، يا داخل أز موسي فايبر ويروح على الجرانيول سيلز وتشيلوا البارالل فايبرز توصلوا على البركنجي سيلز. يبقى بمعنى آخر إن الأوتبوت اللي طالع من السيريبيلم بدايته لابد أن يكون بركنجي سيلز. يبقى أول بداية الإفرنت باثوي عبارة عن بركنجي سيلز. البركنجي سيلز هتدي فايبرز تو one of the deep cerebellar nuclei or
one of the vestibular nuclei. يبقى نمرة واحد بيركنجي سيلز هتودي على one of the deep cerebellar nuclei أو vestibular nuclei. From these nuclei اللي هي cerebellar أو vestibular nuclei هتطلع لي efferent fibers to the motor centers in the brain stem and to the motor cortex. يبقى cerebellar nuclei في النهاية لابد انها تودي على الموتور اريا موتور وبري موتور اريا يعني الموتور ارياز اوف ذا برين او تودي على سنترز موجوده في البرين ستيم زي ريتيكولار فورميشن وفيستيبولار نيوكلياي ومش عارف ايه نيوكلياي وريد نيوكليس اند سو اون وبعدين فروم ذيس نيوكلياي او فروم ذا موتور كورتكس موتور ديسندنج باث ويز ويل ارايز. يبقى طالع من السيريبيلا وراح على الموتور اريا او راح على one of the nuclei present in the brain stem هينزل منها يروح على ال descending motor pathways اللي احنا قلناها. وبالتالي نبدا بقى بال cerebellar efferent pathway passes as follows. نمبر واحد the cerebellar circuit begins with Purkinje cells that receive excitatory input directly from climbing fiber او parallel fiber. يبقى البداية بتاعتنا بيركنجي سيلز اللي جالها فايبرز from climbing أو جالها فايبرز from the parallel fiber. نمرة اثنين الخطوة الثانية البيركنجي سيلز will project and inhibit one of the deep cerebellar nuclei أو one of the vestibular nuclei. من البيركنجي لone of the deep cerebellar nuclei اسمها corticonuclear fibers. ومن البيركنجي to one of the vestibular nuclei is called corticovestibular fiber. يبقى الخطوة الثانية هي عبارة عن corticonuclear or corticovestibular fibers. يبقى أولا الفايبر راحت على البركنجي. نمرة اثنين من البركنجي الخطوة الثانية يبقى corticonuclear أو corticovestibular. أعتقد السلايد دي قلناها قبل كده هو اللي طالع من البركنجي هيروح على السيريبيلا نيوكلياي ازاي او الفيستيبولا نيوكلياي توزيعتها ازاي. ما انا عندي فيرمس وبارا فيرمس وعندي سيريبيلا هيمسفير وعندي فلوكلو نوديولا لوب او بمعنى اخر عندي فيستيبولو سيريبيلا وسباينو سيريبيلا وسيريبرو سيريبيلا. لقوا ديت الفايبرز ماشية as follows. بيركنجي سيلز اوف ذا فلوكلو نوديولا لوب بيركنجي سيلز اوف ذا فلوكلو نوديولا لوب will send fibers to the lateral vestibular nucleus. البركنجي سيلز بتاعت الفيرمس will give their fibers to the vestigia nucleus. يبقى الفيرمس ادى الفيستيجيا نيوكليس. طب والبارافيرمس او الانترميديات هيمسفير هيديني مين؟ هيدي الانتربوزد نيوكلياي جلوبوس او امبولي فورم. طب واللاترال سيريبيلر هيمسفير اداني الدنتين. ودي انا قلتها قبل كده في البدايه خالص اما قلت لك what is meant by cerebro cerebellar قلت لك cerebro cerebellar عباره عن lateral hemisphere plus dentate لان الاثنين شغالين مع بعض. شغالين مع بعض يعني ايه؟ يعني البركنجي سيلز بتاعه lateral hemisphere هتودي فايبر على dentate وزيها بركنجي سيلز بتاعه البيرم البارافيرمس او الانترميديت hemisphere هتروح على وانو على الانتربوزد نيوكليات والبركنجي سيلز بتاعت الفيرمس هتروح على الفيستيجيال والبركنجي سيلز بتاعت الفولوكلونودرا لوب هتروح على one of the vestibular nuclei. وملاحظة بس كده الريفرنس بتاعنا في الكلام ده كله الكتاب اليوسيميلي وكابلان بتاع المعادلة الأمريكية والإنجليزية. بص كده جري مزود عليهم من البركنجي سيلز بتاعت الفيرمس راحت على one of the vestibular nuclei. يعني الفيرمس بيودع الفيستيبولار برضه والفلوكلونوديولا لوب برضو بيودي على one of the vestibular nuclei زي ما هنشوف فيما بعد. يبقى دي الخطوة رقم اثنين دكتور سعيد جاي يعني جاي معنا بالتدريج دي عبارة عن الفايبر دي عبارة عن inhibitory fiber كلها ما هو البركنجي البركنجي فايبر كلها عبارة عن inhibitory to one of the deep cerebellar nuclei انهيبيتوري فايبر. واحنا اتفقنا علينا الاكشن بتاع السيريبيلم يا يعمل انهيبيشن
يعمل ديس انهيبيشن. ديس انهيبيشن يعني يضغط على رقبته يشيل ايده من عليها. ادي الاكشن بتاع السيربلم. طيب نبص كده تالت خطوة ايه. تالت خطوة احنا قلنا نمرة واحد كورتكس وبعدين وان اوف ذا سيريبيلار نيوكلياي، وقلنا توزيعتهم ازاي. الفايبر بقى بتطلع من السيريبيلار نيوكلياي او من الفيستيبولار نيوكلياي تمشي ازاي. الخطوة رقم ثلاثة. الخطوة رقم ثلاثة الفايبر دي تعمل لي حاجة اسمها فيستيبولو سيريبيلار باثوي، او تعمل لي فيرمال سباينو سيريبيلار باثوي، او بارافيربال سباينو سيريبيلار باثوي، اور لاترال هيمسفيريك سيريبيلار باثوي. نقولهم تاني التلاتة عشان ما ننساش. نمرة واحد من الكورتكس الى وان اوف ذا سيريبيلار نيوكلياي، يعني من البركنجي تو وان اوف ذا سيريبيلار نيوكلياي. نمرة اتنين السيريبيلار نيوكلياي هيروحهم يطلعوا من الفيرمس، يطلعوا من البارافيرمس، يطلعوا من اللاترال هيمسفيريك باثوي. بقى عندي فيستيبولو سيريبيلار باثوي، فيرمال سباينو سيريبيلار باثوي، بارافيرمال سباينو سيريبيلار باثوي، لاترال هيمسفيريك باثوي. هيبدا الكلام يبقى واضح وباين وظاهر عندي اما نبدا كده واقول لك يعني ايه فيستيبولو سيريبيلار باثوي. هو ماشي ازاي الفيستيبولو سيريبيلار باثوي؟ فيستيبولو سيريبيلار باثوي ده الفايده بتاعته مينتنس اوف بوشر وبالانس وكوردينيشن اوف اي موفمنت، يعني الجزء بتاع النيك ماسلز وهي بتشتغل. النيك ماسلز لما تيجي تبص يمين وشمال وتلف وعينيك والكوردينيشن بتاع الاي كده اند سو اون، كل ده طالع عباره عن فيستيبولو سيريبيلار باثوي. بيبدا الباثوي ده ان الجزء اللي بسميه فيستيبولو سيريبيلم، فيستيبولو سيريبيلم مينز فلوكيولو نودولار لوب، ويل ريسيف فيستيبولار امبلسز فروم ذا انر اير ايذر برايمري فيستيبولار اور سكندري فيستيبولار. يبقى بدايتنا عندي امبلسز جايه فروم ذا انر اير، يا برايمري فيستيبولار يا سكندري فيستيبولار، ودخلوا على منطقه الفلوكيولو نودولار لوب. وبرضه بيجي له خد بالك شويه فيجوال امبلسز فروم ذا فيجوال ارياز، برضه بيروحوا على الفيستيبولار نيوكلياي او يروحوا على الفيستيبولار سيريبيلم. طيب الفايبرز دي راحه فين؟ هنسيبني من دي كده وبص على اللي بعديها. ده الدايجرام ده انا عامله عشان ما ننساش الموضوع. ادي الفايبرز اللي جايه من الفيستيبولار نيرف، يا دخلت مباشره على السيريبيلم، وبالتحديد بص بقى كده دخل على مين؟ على البركنجي سيلز اوف ذا فلوكيولو نودولار لوب، يبقى دي اسمها برايمري فيستيبولار افيرنس. يا دخلت على وان اوف ذا فيستيبولار نيوكلياي، وبعدين لو دخلت على الفيستيبولار نيوكلياي ترجعها تاني على البركنجي سيلز اوف ذا فلوكيولو نودولار لوب، يبقى سكندري فيستيبولار افيرنس. يبقى الفايبر راحت على الفلوكيولو نودولار لوب وراحت على الفيستيبولار نيوكلياي. في النهاية لازم كلها توصل على البركنجي سيلز اوف ذا فلوكيولو نودولار لوب. وهي طالعة بقى هي these are the Purkinje cells of the folliculonodular loop that will send or give projecting fiber to the vestibular nuclei. هي راجع عليه مرة تانية للvestibular nuclei عشان الvestibular nuclei يطلع منها medial longitudinal fasciculus and vestibulospinal tract. يبقى في النهاية اللي داخل من هنا ده واللي داخل من السوبير كوليكولاس وداخل من الفيجوال اريا وداخل من الفيستيبولار نيرف ايا كان سواء دخل، لازم في النهايه يروح على الفوليكولو نودولار لوب. واللي راح على الفوليكولو نودولار لوب يا برايمري يا سكندري. اللي راح على الفوليكولو نودولار لوب وهو طالع يطلع يعدي على الفيستيبولار نيوكلياي، والفيستيبولار نيوكلياي تطلعه از ميديا لونجيتودينال فيسيكولاس او فيستيبولو سباينال تراك. طبعا هيطلع يبقى اسمه ميديال لونجيتودينال فيسيكولاس، دي برضو عشان تو كوردينيت الاي موفمنت، والفيستيبولو سباينال عشان كوردينيت النيك موفمنت. بص كده على اللي انا كاتبه ده، ذا فيستيبولو سيريبيلم بروجيكتس تو ذا برين ستيم سنترز ريسبونسبل فور كنترولينج اي اند هيد موفمنت. ادي الغرض من النهايه من الجزء بتاع الفوليكولو نودولار لوب ده
وليه بيودع الفيستيجيال، والفيستيجيال وهي طالعه توديها على وان اوف ذا فيستيبولار نيوكليا عشان يطلع لي في النهايه ميديا لونجيتودينال فيسيكولاس ويطلع لي فيستيبولو سباينال تراكت. اهو ذا فيستيبولو سيريبيلم از كروشيال فور كنترولينج جيز movement of the eye, so we combine the control of eye and head movement. الجزء ده اللي بنسميه vestibular cerebellum receives the information يا primary يا secondary vestibular afferents اللي أنا قلتها. والجزء ده أنا قلته تاني إن the vestibular afferents are the only primary neurons that project directly to the cerebellum. وهم طالعين بقى يطلعوا from the vestibular cerebellum يروحوا على one of the vestibular nuclei، واللي طالع من vestibular nuclei بكررها تاني حاجتين، يا medial longitudinal fasciculus يا vestibular spinal tract. الميديال vestibular spinal tract ديت والvestibular nuclei هم دول اللي play an important role in the neck muscle control. يبقى اللي نزلوا وبقى اسمهم medial vestibular spinal tract are responsible for neck muscle control، واللي نزلوا وبقى اسمهم medial longitudinal fasciculus راحوا عاملين control للاي movement through their connection between the medial longitudinal fasciculus and the extraocular muscles. اعتقد كده واضحة الدنيا الفيستيبولو سيريبيلم بيعمل ايه. ونرجع تاني للدياجرام ده، هو انا عملته بيدي كده وعجبني ازاي ان الفيستيبولار نيرف عاطي على البركنجي سيلز اوف ذا فلوكولونودولا لوب، وده خد برايمري وسكندري والفايبرز وهي طالعه الافرنت بقى باث واي. ذس ذا ديفرنت باث واي اللي اسمه فيستيبولو سيريبيلر باث واي، راح على الفيستيبولار نيوكلياي وطلع من الفيستيبولار نيوكليا. نحفظهم كده حاجتين، ميديال لونجيتودينال فيسيكولاس، ونمره 2 فيستيبولو سباينال تراك. فايده كل واحده ايه؟ بتاعه الميديال فيستيبولو سباينال فور ذا كنترول اوف نيك ماسلز، وفايده الميديال لونجيتودينال فيسيكولاس دي عامله كنترول على الاي موفمنت. وبكده وصلنا ان الفيستيبولو سيريبيلم له تو فانكشنز، عامل لي اي كنترول وعامل كنترول على النيك ماسل من خلال ميديال لونجيتودينال فيسيكولاس اند ميديال فيستيبولو سباينال تراكت. الكلام واضح ولا في حاجه؟ على نفس المنوال، على نفس المنوال هنمشي مع الفيرمال سباينو سيريبيلر باث واي، هشوفه داخل لحد فين ووصله لحد البركنجي، وهو طالع هيطلع ازاي، وهيروح على which areas that control which part of the motor system. ونبدأ بنمرة بي vermal spinocerebellar pathway. أنا كده بتكلم على الفيرمس. الفيرمس ده خد بالك جاي له، كنا قلنا أن الفيرمس في الأول خالص المحاضرة اللي فاتت ده بيعمل لي control for the trunk and the limb girdle muscles، يعني للأكسيال muscles، muscles of the trunk وبتوع الشولدر girdle والبلفيك girdle. وقلت لك ان الفيرمس ده شغال مع الفيستيجيا نيوكليس. فبيبدا الباص واي ده عن طريق ان فيه افرنت فايبرز داخله السيريبيلم اللي شايلين المسل توم بقى هنا، يبقى عباره عن سباينو سيريبيلم، يبقى سباينو سيريبيلر فايبرز دخلت على الفيرمس اوف ذا سيريبيلم. وخد بالك برضو بيجي له شويه لابيرينثاين انبوت، يعني شويه كده من ال inner ear، لأن الفيرمس فيه جزء منه بيشارك مع الفيستيبولار نيوكلياي وجزء بيورلي فيرمال باثوي. هنشوف بيروح فين. الفايبرز اللي راحت على الفيرمس سواء سباينو سيريبيلر أو داخلة من الانر اير، these fibers will project to the vestigial nucleus. راحت على البركنجي سيلز بتاعت الفيرمس أو بركنجي سيلز شوية صغيرين كده اللي جايين من الفلوكولودولا لوب، حاجة بسيطة بس كله عبارة عن فيرمس، عبارة عن فيرمس، والفايبرز طالعة من الفيرمس راحت عملت ريلي على الفيستيجيال نيوكليس. طب الفيستيجيال هتودي الفايبرز دي فين؟ الفيستيجيال هتوديها على ثلاث أماكن، على فيستيبولار نيوكلياي، يعني تديني فيستيبولو سباينال تراك، وكده واضح ان الفيرمس بيشارك
الفوليكولونودولار لوب ريجاردنج ذا كنترول اوف ذا نيك ماسلز. اقولها تاني، الفيرمس بيشارك الفوليكولونودولار لوب ريجاردنج اتس كنترول اوفر ذا نيك ماسل لانها اكزيال ماسلز. طيب يبقى اول خطوه ان الفيستيجيال ودت على الفيستيبولار ودتني فيستيبولو سباينال تراكت. تاني خطوه ودت على الريتيكولار فورميشن. وما ودت على الريتيكولار فورميشن هينزل من الريتيكولار فورميشن ريتيكولو سباينال تراكت. يبقى راحت على الريتيكولار هينزل منها ريتيكولو سباينال، يبقى عملت كنترول للموتور سيستم اهو خلال الريتيكولار فورميشن والريتيكولو سباينال تراكت. بص على ثالث خطوه راحت فين، راحت على فينترولاترال نيوكليس اوف ذا ثالاموس. يعني الفيستيجيال بتودي على الثالاموس، بتودي على اني جزء في الثالاموس، بتودي على الفينترولاترال نيوكليس اوف ذا ثالاموس. والفايبرز اللي راحت الثالاموس دي تطلع فوق على الموتور اريا، على الموتور اريا بص كده بري سنترال جايروس وبين قوسين ترانك اريا، يعني ذا اريا ريسبونسبل فور ترانك موفمنت. الاريا ريسبونسبل فور ذا موفمنت اوف ذا ترانك، انا ماليش دعوه لا بالابر لمب ولا اللور لمب، ذا اريا ريسبونسبل فور ذا موفمنت اوف ذا ترانك. وهي الموتور اريا اوف ذا ترانك ويل جيف اوريجين تو ذا فينترال كورتيكو سباينال تراكت. هقولها تاني، الموتور اريا اوف ذا ترانك ويل جيف اوريجين فور ذا فينترال كورتيكو سباينال تراكت. الفينترال كورتيكو سباينال تراكت كمل كده الجمله which regulate muscle tone of the trunk and the proximal muscles. دي طبعا واضحه انها جديده كده، ان الفيستيجيال ودت على الموتور اريا اوف ذا ترانك ونزل منها فينترال كورتيكو سباينال تراكت. ما كلنا حافظين ان الكورتيكو سباينال تراكت وهي نازله شويه يعملوا كروسنج، موست اوف ذا فايبر ويل كروس ويبقى اسمها لاترال كورتيكو سباينال، وشويه ما عملوش كروسنج ونزلوا على السيم سايد. اللي نزلوا على السيم سايد دول كان اسمهم ايه؟ فينترال كورتيكو سباينال تراكت. لو خدت سيكشن في السباينال كورد هلاقي الفينترال كورتيكو سباينال تراكت ماشيين جنب الميد لاين في الانتيرور هوايت ماتر انتيرور هوايت كولم جنب الميد لاين، عباره عن فينترال كورتيكو سباينال. هما الفينترال كورتيكو سباينال قريبين من الميد لاين وهي الفايبرز بتاعتهم طالعه ورايحه تعمل كنترول فور ذا ماسلز نير ذا ميد لاين اللي هما الماسلز اوف ذا ترانك اللي موجودين ان بوث سايدز اوف ذا فيرتيبرال كولم. فعندي كده الفيرمال سباينو سيريبيلر باثوي، فايبرز من الفيرمس وعرفنا بتروح فين للفيستيجيال، والفيستيجيال تاخدها توديها على ثلاث اماكن، على الفيستيبولار نيوكلياي عشان تديني اوريجين فور ذا فيستيبولو سباينال تراكت، على الريتيكولار فورميشن عشان تدي اوريجين فور ذا ريتيكولو سباينال تراكت، على الفينترولاترال نيوكليس اوف ذا ثالاموس، ومن الثالاموس تطلع تو ذا ترانك اريا اوف ذا بري سنترال جايروس، وتطلع لي منها فايبر بسميها ventral cortico spinal tract to control the axial muscle. يبقى الventral cortico spinal غير اللاترال cortico spinal، دي عاملة control لمين ودي عاملة control لمين، ودي under the control of the vestigial nucleus of the cerebellum، أما اللاترال هنشوف بعد شوية under the control of، وهنكمل الكلام. الكلام عشان كتير جيت انا اعمل له دايجرام كده بينت لك السباينو سيريبيلر تراكتس وهي داخله على السيريبيلم، ولابيرينثايم برضو من الانر اير، وراحوا على البيركنجي سيلز اوف ذا فيرمس، وراحوا على الفيستيجيال نيوكليس، ومن الفيستيجيال طلع لي ثلاثه، راحت على الريتيكولار فورميشن وادتني ريتيكولو سباينال، راحت على الفيستيبولار نيوكلياي وادتني فيستيبولو سباينال، راحت على الثالاموس ودي انا استفدت فيها شويه، راحت بالتحديد فين to the precentral gyrus trunk area عشان تدي لي origin for the ventral cortico spinal tract. This is the so-called vermal spinocerebellar pathway. هنقول البارا فيرمال وبعدين نرجع تاني، ده diagram تاني مبين لي بس الفيستيجيال عاطل مين، عاطل للسباينال كورد وعاطل للريتيكولار فورميشن وعاطي للثالاموس. نشوف بقى بارا فيرمال spinocerebellar pathway
واضح ان البارافيرمال برضو هيبقى ريسيف سباينو سيريبيلر فايبرز. تتوقع السباينو سيريبيلر بتاعته جاية منين؟ هتبقى جاية من الابر لمب وجاية من اللور لمب، يعني نوت فروم ذا ترانك. يبقى في سباينو سيريبيلر فايبرز دخلت السيريبيلر، بص كده فروم ذا ديستال لمب ماسلز. يبقى البارافيرمس ريسيفز سباينو سيريبيلر انبوت فروم ذا ديستال ماسلز ابر لمب ولور لمب، والفايبرز اللي دخلت البارافيرمس وهي نازله هتروح تعدي على one of the interposed nuclei، والانتربوز اللي هما امبوليفورم اند جلوبوس. طب الانتربوز ده هما طالعين نيوكلياي هيروحوا لمين؟ بص كده راحوا مرة تانية على الثالاموس وراحوا على ريد نيوكليس. اللي راحوا على ريد نيوكليس the fibers will descend from the red nucleus وتعمل كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد وسميها روبرو سباينال تراكت. روبرو سباينال يبقى اللي راع الريد هيدينه روبرو سباينال تراكت. طب اللي راع الثالاموس يروح فين؟ هيروح برضو على فينترو لاترال نيوكليس او ذا ثالاموس، ويطلع من الثالاموس يروح تو ذا موتور اريا. بص كده راع على الموتور اريا، بص ايه مكتوب ايه؟ بري سنترال جايروس لمب اريا، الاريا اوف ذا ابر لمب والاريا اوف ذا لور لمب. واللي ينزل منهم يبقى اسمه lateral corticospinal tract. يبقى lateral corticospinal الفايبر اللي عملت crossing of the opposite side ديت دي جاي لها orders و information عشان تعدل الوضع بتاعها، جاية from the paravermis. يبقى ال paravermis وبعدين interposed nuclei وبعدين راحت للموتور اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس ونزلت، يبقى اسمها لاترال كورتيكوسباينال تراكت which regulate the muscle tone of the distal muscles of the upper limb and the lower limb. هو ده الدياجرام اللي عملناه. These are the spinocerebellar tract from the distal limb muscles، دخل على البركنجي سيلز اوف ذا بارافيرمس، راع على الانتربوزد نيوكلياي، طلع منها راع على الريد. اللي راع الريد ركز لي كده، بص انا كاتب تحتها ايه؟ ماجنوسيلولار كومبوننت اوف ذا ريد نيوكليس، ماجنوسيلولار كومبوننت اوف ذا ريد نيوكليس، وبعدين ينزل منها يديني روبرو سباينال، لان الريد نيوكليس هلاقي فيها تو تايبس اوف سيلز، ماجنوسيلولار وبارفوسيلولار. ماجنو يعني السيلز كبيره وبارفو يعني السيلز صغيره. السيلز الكبيره اللي راع عليها طالعه من الانتربوز وراحت على الريد بتروح تعمل ريلي على ماجنوسيلولار كومبوننت اوف ذا ريد نيوكليس وينزل منها روبرو سباينال تراكت، روبرو سباينال فور ذا كنترول اوف ذا ماسلز الابر لمب واللور لمب. اللي طالع من الانتربوز ده وراح على الثالاموس راح له على البري سنترال جايروس الاريا بتاعه الابر لمب واللور لمب ونزل منها بقى اسمه لاترال كورتيكو سباينال تراكت. يبقى بكرر الفيستيجيال ادتني فنترال او عملت كنترول على الفنترال كورتيكو سباينال، والانتربوز دي نيكولياي عاملين لاترال كورتيكوسباينال. ده انا هدخل الدنتيت بعد شويه برضو تعمل لي لاترال كورتيكوسباينال with another function غير الفانكشن اللي مكتوبه ديت، كنترول اوف ذا تون اللي موجوده في الابر ليمب واللور ليمب اللي هطلعه بقى من الدنتيت هشوف الفانكشن بتاعه ايه، هلاقيه فاين موفمنت. هو ده بقى الكلام اللي بيتقال في الفيسيولوجي، يقول لك في كنترول للباسل وكنترول للتون وبعدين الفاين موفمنت هلاقي لها فايبرز مخصوصه جدا اندر ذا كنترول اوف ذا دنتيت. طلعت كده من الفيرمس والبارافيرمس، ودي الكونكشن بتاعه الطلعه من الجلوبوس والامبولي فور وراحت على الثالاموس وراحت على الريد، واللي طلع على الثالاموس شوف راح على السيريبرال كورتكس وبعدين نزل اهو as lateral corticospinal tract، واللي طلع على الريد عمل كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد وبقى اسمه روبرو سباينال تراكت. فالدياجرام ده مهم جدا يوري لي ايه اللي بيحصل. بص كده اللي مكتوب، واضح ان السباينو سيريبيلم ده بيجي له فايبرز فروم ذا سباينو سيريبيلر تراكت، اند ذيس فايبرز ويل بروجكت اور كنترول، عملت كنترول على مين؟ على ميديال موتور ديسندنج سيستم وعلى لاترال موتور ديسندنج سيستم. واضح ان الفيستيجيال والفيرمس هم اللي عملوا كنترول لمين؟
للميديال ديسندنج موتور باث واي، والبارافيرمس عمل كنترول لمين؟ لللاترال موتور ديسندنج باث واي. نراك كده ونفهمه بالتفصيل. سباينو سيريبيلم ده بيعمل كنترول للبودي ماسكوليتشر، وسباينو سيريبيلم يعني كلمة فيرمس ويعني انترميديا تيمسفير. فيرمس عامل لي كنترول على الأكزيال مصل، والانترميديا تيمسفير عامل لي كنترول على الليمب مصل. السباينو سيريبيلم ده ريسيف فور سباينو سيريبيلر تراكتس قلناهم من شوية، والفور سباينو سيريبيلر تراكتس دول differentiated according to the kind of information transmitted، وإذا كانوا بيعملوا decussation ولا لأ، وprovide information عبر الأبر أو اللور لم. كل ده أنا قلته. dorsal spinal cerebellar tract والأبر لم equivalent بتاعها cuneo cerebellar، ventral spinal cerebellar tract والأبر لم equivalent بتاعها rostral spinal cerebellar. يبقى عندي أربعة، وفي ناس بقسمهم اثنين بيعملوا crossing واثنين ما بيعملوش crossing، أو ثلاثة crossed وواحدة uncrossed. يبقى الكلام يعني واضح، احنا بنعمل ثلاثة انكروزد وواحدة كروزد. قلنا الكلام ده بالتفصيل. بص كده، ده الدورسال سباينو سيريبيلر والكيونيو سيريبيلر الاثنين جايبين سوماتيك انفورميشن فروم ذا سيم سايد اوف ذا بودي، والتراكتس ديت اللي هي سباينو سيريبيلر راحت الفايبر، دخلت السيريبيلم از موسي فايبر، وهم طالعين وصلوا الفيرمس وطالعين خلال الفستيجيال، واللي وصل البارافيرمس يطلع خلال الانتربوزد نيوكليار. ادي ده ريجاردنج ذا دورسال سباينو سيريبيلر اند ذا كيونيو سيريبيلر. طب ليه في فنترال سباينو سيريبيلر وروسترال سباينو سيريبيلر؟ هم ليه اربعه سباينو سيريبيلر تراكتس؟ اتنين منهم الاولانيين عباره عن الفانكشن بتاعتهم سوماتيك سنسوري انفورميشن من الجوينت والمسل، وانا ممكن ياخده من السكين. طب الفنترال والروسترال دول فايدتهم ايه؟ بص كده، they transmit internal feedback signals for correcting inaccurate movement. واحد يديني انفورميشن على الموفمنت، والتاني ده بيستخدم for correcting inaccurate movement. اتنين بيعملهم طلع على السيم سايد، وقال لك ان الاثنين دول دي ديكاسيت تو ذا اوبزيت سايد. انا عاوز اركز بس على السنسوري انفورميشن وعلى فيدباك سيجنالز دي، ايه الفرق بين الاثنين؟ ما لما نيجي على الدورسال والفنترال، حلقه الدورسال يقول لك ريسيف انفورميشن فروم انديفيديوال ماسل، انديفيديوال ماسل. اما الفنترال يقول لك فروم جروب اوف ماسل، او من الليمب كله، من الليمب كله عشان أصحح وضعية الليمب. يبقى ده عبارة عن ventral and rostral spinal cerebellar tract. الفانكشن بتاع الدورسال والكيونيو عبارة عن unconscious proprioceptive sensation وشوية unconscious برضو، والventral نفس النظام. بس ناخد بالنا الفانكشن، الفرق بين الاثنين ان الدورسال والكيونيو transmit somatic sensory information، والتانية transmit internal feedback signals for correcting inaccurate movement. بمعنى آخر، أما نيجي نقرأ كده شوية تفاصيل في ventral والrostral، الكتب كاتبة إيه؟ they send an efferent copy، ونسمع كلمة efferent copy دي of the anterior horn cell أو motor drive of the anterior horn cells. الحركة اللي هتحصل في الـ anterior horn cells، الـ impulse اللي رايحة وطلع رايحة المصل عشان تعمل contraction بطريقة معينة وفي وقت معين، الـ ventral cort الـ ventral spinal cerebellar تاخد منها copy وbase وتوديها على السيريبيل. يعني عملت copy وbase for the information which will occur in a few milliseconds later to send it to the cerebellum. ادي الفرق بين الاثنين. اما الثانيه ديت سوماتيك سنسور انفورميشن، حصل لها كونتراكشن فيها ماسل تون اند سو اون، فكده واضح ان في فرق بين الاثنين، واحده فيهم سوماتيك سنسور انفورميشن والثانيه فور كوركتنج انكيوريت موفمنت. وفي طبعا اتفقنا على ان في ترايجيمينو سيريبيلا اربع طيب. الفيرمس قلنا ياخد مين اللي فروم ذا هيد ونيكو ترانك، البارافيرمس طبعا بياخد
ومعه شويه فيستيبولار سنسوري فايبرز وشويه فيجوال اند اوديتوري امبلسز. كل ده كده داخل على مين؟ على الفيرم هيد ونيك وترانك وشويه من الانر اير وفيجوال اند اوديتوري امبلسز. طيب التو كورتيكال كومبوننتس اوف ذا سباينو سيريبيلا ويل بروجكت تو ديب سيريبيلا نيوكليا. اتفقنا على ان الفيرمس هيودي امبلسز على الفيستيجيال، وقلنا ما راحت على الفيستيجيال ادتني على مين؟ ادتني على الفيستيبولر، وادتني على الريتيكولار فورميشن، وادتني على الثالامس، واللي طلعت الثالامس دي ادتني فنترال كورتيكو سباينال تراكت. اللي طلع وراح على الانترميديت هيمسفير راح على الانتربوزد نيوكلياي، ونزل منه راح على الريد نيوكلياس والثالامس برضه. واللي طلع الثالامس المره دي راح على مين؟ على الاريا ريسبونسبل فور ذا ليمب، ونزل منه اللاترال كورتيكو سباينال تراكت. يبقى واضح ان الديب سيريبيلا نيوكلياي فيستيجيال وانتربوزد نيوكلياي دولت ذي انفلوينس ذا موتور او ذي بروجيكت كنترول اوفر ذا ديسندنج موتور باثويز. السلايد دي في غايه الاهميه والوانها كتير. بص كده على الفيستيجيال بتودي فين. الفيستيجيال نيوكلياس بتعمل كنترول اوفر ذا ميديال descending motor pathway. وما أقول medial descending pathway يبقى صبي reticulo spinal and vestibulo spinal. ودولت كانوا فعلا في spinal cord، بص عليهم اليوم ماشيين قريب من midline reticulo spinal and vestibulo spinal. والفستيجيال ما ننساش بتودي على الventrolateral nucleus of the thalamus، وينزل منها يبقى نسميها ventral corticospinal tract ماشية جنبيهم في spinal cord. يبقى الميديال ديسندنج باثويز كلهم اللي اندر ذا كنترول اوف ذا فيستيجيال نيوكليس، المجموعه دي كلها ماشيه جنب الميد لاين وكلهم ميديال ديسندنج موتور باثويز وكلهم اندر ذا كنترول اوف ذا فيستيجيال، ويشملهم ريتيكولو سباينال فيستيبولو سباينال اند فنترال كورتيكو سباينال. اللي داخل السيريبيلم وراء على الانتربوزد نيوكلياي، على الانتربوزد نيوكلياي هينزل من الانتربوزد يروح على مين؟ يا يروح على الريد يا يروح على الفنترولاترال نيوكليس اوف ذا ثالامس. اما راح على الفنترولاترال توديه على الموتور اريا، على الموتور اريا بتاعه الايه الليمب، وبالتالي الريد هتنزل لي روبرو سباينال تراكت. طب والموتور اريا بتاعه الابر واللور ليمب هتنزل لي لاترال كورتيكو سباينال تراكت. يبقى الانتربوز ده عامله كنترول لمين؟ فور ذا لاترال ديسندنج موتور باثوي، أو ده اللي أنا عاوزه في النهاية، كنترول بتاع السيريبيلم over the medial descending motorway and over the lateral descending motor pathway. فاضل لي pathway بقى بتاع اللي طالع من اللاترال سيريبيلر هيمسفير ده هيروح فين؟ السيريبيلر هيمسفير ده regulates initiation و planning and the timing of motor activity. اللاترال سيريبيلر هيمسفير ده receive fibers from different areas of the cerebral cortex, motor and premotor, and even the sensory areas of the cerebral cortex, will project to the Purkinje cells. دخلوا في اللاترال هيمسفير راحوا على البيركنجي سيلز، والبيركنجي سيلز هم طالعين يطلعوا يعدوا على مين؟ على الدنتيت نيوكليس. يبقى اللاترال هيمسفير شغال مع الدنتيت، وهم طالعين من الدنتيت الفايبر طلع راحة على الريد وعلى الثالامس للمرة الثانية، ده على الثالامس للمرة الثالثة. يعني الفيستيجا اللي ادتني الثالامس ونزل منها فينترال كورتيكو سباين، الانتربوز ضد الثالامس وطلع على الموتور اريا ونزل منها لاترال كورتيكو سباين، الدنتيت ادت الثالامس وهيطلع برضو للموتور اند بري موتور اريا، ونشوف هينزل يعمل لي ايه بالظبط. يبقى اللي نزل من الدنتيت راح على مكانين، ريد نيوكليس والثالامس، والمكان الثالث عباره عن انفيرير اوليفري نيوكليس. يبقى اللاترال هيمسفيريك باث واي ثرو ذا دنتيت نيوكليس ويل ريتش 3 ارياز، ريد نيوكليس، انفيرير اوليفري نيوكليس، اند ventrolateral nucleus of the thalamus. اللي راح على الريد هسميه ريد نيوكليس باثوي،
راعى الانفيرو اوليفري يبقى اوليفو سيريبيلر باسوي، راعى الثالاموس يبقى ثالاميك فنترولاترال نيوكلياس باسوي. خد بالك اللي راعى الريد ده، اللي راعى الريد المرة دي وجاي من الدنتيت، بعد ما يروح الريد نيوكلياس يروح على الانفيرو اوليفري نيوكلياس، والاليفري نيوكلياس تشيله تدخله السيريبيلم مرة تانية. يعني هو ثالاموس السيريبيلم، السيريبيلم ادى الريد، والريد ده انفير اوليفري، وانفير اوليفري دخلته السيريبيلم مرة تانية. يعني عندي فيدباك كده عشان السيريبيلم يفهم هو بيعمل ايه ويعرف هو بيعمل ايه، والاوليفري نيوكلياس لها كنترول فيدباك ميكانيزم في السيريبيلم. طب اللي راح على الانفير اوليفري، ما انا لسه قايل الريد دخل على الانفير اوليفري، اللي طلع من السيريبيلم وراح مباشره على الانفير اوليفري نيوكلياس يدخل مره تانية، يعمل كروسنج ويعدي ال، يوصل الاوبوزيت سيريبيلر هيمسفير. يبقى بتاع الريد راح على الانفير اوليف، وبتاع الانفير اوليف هيدخل مباشره على ايه، على السيريبيلم، واللي راح ريد يروح انفير اوليف وبعدين يدخل على السيريبيلم. فاضل اللي راح على الثلامك فنترولاترال نيوكليس، اللي راح على الثلاميك فنترولاترال نيوكليس راح على الموتور اند بري موتور اريا، ودي هتديني اوريجين 4. اوريجين 4 بص كده، كورتيكو بالبر تراكت تو انيرفيت الكرينيال نيرف نيوكلياي. ده الكرينيال نيرف ما كانش عندهم بقى لا لاترال كورتيكو سبينال ولا فنترال كورتيكو سبينال، على طول كورتيكو بالبر. والهيدن دينيك كده لأهميته الكورتيكو بالبر، مباشرة الدنتية سيريبرال كورتكس نازل على الكرينيال نيرف نيوكلياي. يبقى دي نمرة واحد. اللي راح برضو على الثالاموس، على الفنترولاترال نيوكلياس اوف ذا ثالاموس، وهو دازل عدى على البونتاين نيوكلياي ودخل على السيريبيلم مرة تانية، اللي هو كنا بنسميه كورتيكو بونتو سيريبيلر. دي نمرة اتنين، كورتيكو بونتو سيريبيلر. طب بص على نمرة بي كده، هيديني لاترال كورتيكو سباينال تراكت، يعني كأن فايبرز مشت مع لاترال كورتيكو سباينال تراكت وهي نازلة، اللي كانت طالعين الانتربوزد نيوكلياي، بس المرة دي لاترال كورتيكو سباينال ارايزنج فروم ذا دنتيت نيوكليس، اللي طالعين من الدنتيت وراحوا على الموتور والبري موتور اريا وادوني لاترال كورتيكو سباينال تراكت. هما these are the fibers responsible for regulation of synergistic motor activity. هما دول بتوع الفاين موفمنت. بقى كده عندي ventral corticospinal tract على الأكسيال muscles، عندي lateral corticospinal ماشي فيها two types of fiber. One type of fiber under the control of the interposed nuclei. وده عشان التوم بتاعت المصل في الأبر لمب واللور لمب. في ماشي معهم فايبر برضو لاترال كورتيكو سباينال تراكت under the control of the dentate nucleus، واللي under the control of the dentate هم دول اللي responsible for the fine movement of كورتيكو سباينال تراكت. يبقى ده احنا دخلنا كده في أعماق الفايبر، كل واحد منه في جزء lateral corticospinal under the control of the interposed، وفي lateral corticospinal under the control of the dentate. وبكده يبقى عرفنا الثلاميك ventrolateral pathway ده بيودي تاني الدنتيت ادت الريد، والريد ودتها على الاوليف، والاوليف دخلها السيريبيلم. الدنتيت ودت على الانفيرور اوليفري نيوكليس دخلتها السيريبيلم مره تانية. الدنتيت ودت على الموتور والبري موتور اريا وطلع منها كورتيكو بالبر تراكت لاترال كورتيكو سباينال ريسبونسبل فور فاين موفمنت، ونازل منها كورتيكو بونتو سيريبيلر باثوي. هو ده الدايجرام اللي انا عملته. هو ده لاترال هيمسفيريك باثوي او نيو سيريبيلر باثوي. كورتيكو بونتو سيريبيلر دخلت على البركنجي، راحت على الدنتيت، والدنتيت راحت على الريد، والريد راحت على الانفيرور اوليف دخلتها على السيريبيلر، والدنتيت ودت على الاوليف والاوليف دخلها على السيريبيلر. بس اقرا الريد كده مكتوب تحتها ايه، بارفوسيلولار كومبوننت. ده انا كنت قايل من شويه ان فيه انتربوزد على الريد
وكان مكتوب تحتها ماجنو سيلولار كومبوننت. معنى كده ان الماجنو سيلولار كومبوننت اوف ذا ريد نيوكليس يديني اوريجين فور ذا روبرو سباينال تراكت، والبارفو سيلولار كومبوننت اوف ذا ريد نيوكليس يديني فايبر تروح على الانفير اوليف ويدخلها على الايه السيريبل. فماجنو سيلولار غير بارفو سيلولار. ثالث تايب فايبر راح على الثالاموس، راح على الموتور والبريموتور اريا، واداني كورتيكو بالبر وكورتيكو سباينال اند كورتيكو بونتو سيريبيلر. دي كده بس عشان اوريك الريد نيوكليس بارفو سيلولار وماجنو سيلولار. بارفو سيلولار يروح على السيريبيلم على الاوليف، والاوليف يدخله على السيريبيلم. ماجنو سيلولار ينزل يعمل لي روبرو سباينال تراك. وهنا باينين كده الدنتيت وهي عاطيه ال ريد نيوكليس، وادي بالتحديد ادي ماجنو سيلولار كومبوننت، وفي طبعا قلنا في بارفو سيلولار كومبوننت. يبقى كده عند السيريبرو سيريبيلم واضح ان السيريبرو سيريبيلم ده بروجكت تو ده بري موتور اريا، يعني موتور وبري موتور اند اسوسيشن كورتيكال ارياز، وان السيريبرو سيريبيلم بدام راح للبري موتور اريا بقى ريسبونسبل فور planning of movement. هو ده الـ planning of movement والـ fine movement كلها طلع، والـ major input كان نازل على الـ contralateral cerebral cortex، نازل من الـ contralateral cerebral cortex راح على الـ pontine nuclei وبعدين دخل لي على الـ cerebellum، أو نزل راح على الـ cerebellar cortex of the opposite side، واللي نازل من السيريبرال كورتكس او داخل من اي مكان في النهايه لابد ان يروح على الدنتيت. والدنتيت وهي طالعه، انا قلت طالعه راحت على الثالاموس وراحت على الريد. لو راحت على الثالاموس هتديني الجزء بتاعنا بقى اللي هو كورتيكو بالبر وكورتيكو سباينال ريسبونسبل فور فاين موفمنت، واللي راح على الريد نيوكليس ده هيروح على بالتحديد ال بارفو سيلولار كومبوننت. يعني الدنتيتا ما راحت على الريد، راحت على البارفو سيلولار كومبوننت، والبارفو سيلولار كومبوننت خلى الانفيرو ليفر نيوكليس راجع تاني مره تانيه على السيريبيلم. واضح اللفه اللي انا عمال الف حواليها من بدري، ان اي حاجه داخله السيريبيلم هتطلع في النهايه، وده اكزامبل عليها راحت على الريد وراحت على الثالاموس، والثالاموس وداها السيريبرال كورتكس وردها تاني. يعني السيريبيلم في النهايه عامل لي كنترول اوفر ذا موتور ذا سايتس اوف اوريجين، نقولها كده ذا سايتس اوف اوريجين اوف ذا موتور ديسندنج باثويز. سايتس اوف اوريجين هو عامل كنترول على الموتور اريا والبري موتور اريا، عامل كنترول على الريد نيوكليس عشان يديني روبرو سباينال، عامل كنترول على الفيستيبولار نيوكليس عشان يدينا فيستيبولو سباينال، على الريتيكولار نيوكلياي عشان يدينا ريتيكولو سباينال. يبقى كل ده ازاي السيريبيلم بيشتغل. وواضح هنا من الصوره ديت كان الفيرمس شغال مع الفيستيجيال، والانتربوزد شغال او البارافيرمس شغال مع الانتربوزد نيوكلياي، واللاترال هيمسفير شغال مع الدنتيت، وكل ديت عباره عن افرنت فايبرز داخله السيريبيلم شرحناها بالتفصيل. ودي الافرنت هو طالع يطلع على الفيستيبولار، يطلع على ريد نيوكلياس، يطلع على ايا كانت نيوكلياس بعد ما تعدي طبعا في السيريبيلم نيوكلياي، واخيرا يعمل لي كنترول اوفر تمسلز. كده نشوف functions of the cerebellum، ولو في اي كومنت برضو نسمعه من الشباب اللي معنا قبل ما نبدأ الجزء الاخير. هنقوله بسرعة بقى الجزء الاخير ده. ادهم والشباب، دكتورة ايمان العزب طبعا، يعني قولنا ايه الرأيك؟ ماشي اوكي. دكتورة امال موجودة ولا؟ طبعا انا طبعا موجودة. اهم حاجه الدياجرام، الدياجرام حضرتك عاملها جميله جدا. الدياجرام ده انا عاملها بنفسي على الكمبيوتر كده وانا قاعد عشان تسهل لي واحفظ. انا عاوز احفظ، عاوز اخش مش ناسي الموضوع. طيب فانكشن اوف ذا سيريبل. ايوه السيريبل طبعا الكلام اللي جاي ده بقى هيبقى كلامه عادي يعني ان شاء الله ما دام فهمنا اللي فات. السيريبل ريسيف افرنت انفورميشن من كل حته بقى، المسلز عملت ايه والجوينت عمل ايه والفيستيبولار اباريتس عمل ايه والنيك ماسل عمل ايه، كل ديت افرنت انفورميشن بتخش السيريبيلر كورتكس وتدخل از موسي فايبر او كلايمبنج فايبر، وراحت في النهايه على بيركنجي. كلام كده سهل.
البركنجي هتودي يا على الفيرمس يا البارا فيرمس يا اللاترال هيمسفير. ايوه اللي تودي على الفيرمس هتطلع على الفستيجا نيوكليس. أيوة. بص كده الكلمه اللي مكتوبه ميديال ديسندنج سيستم اللي راعي الانتربوز لاترال ديسندنج سيستم. انا فهمت الكلمه الصغيره اللي مكتوبه دي. اللي راعي الدنتيت عمل لي موتور بلانك. اللي راعي الفيستيبولار عامل لي بالانس عند اي نود. فالدياجرام يعني واضح جدا وبيلخص الكلام اللي انا قلته. السيريبيلر اوتبوت ار كوندكتد تو ذا سايتس اوف اوريجين. الكلمه اللي انا قلتها سايتس اوف اوريجين of the motor descending pathway that influences the motor activity. ليه كلام ده؟ لأن السيريبيلم responsible for ensuring that the movement takes place smoothly in the right direction and to the right extent. في الاتجاه الصحيح وبالقوة المضبوطة to the right extent. صبعي ما يعديش وأنا بعمل finger nose test. هو ده شغلة السيريبيلم. من خلال الفيستيبولار كونكشن والسباينال كونكشن كان بيبل كنترولينج الايكوليبريم اوف ذا بودي. ايكوليبريم لان جاله فايبرز من كل حته. وده بقى السيريبيلم بيعمل ايه؟ ما انا شفت السيريبيلم الرول بتاعه. بص كده الكلمه اللي مكتوبه ادي السيريبيلم تكتب له كومبيريتور عمال ينظم الدنيا. بس ادي جاي له من المصل وجاي له من السيريبرال كورتكس كوردينيتور هو بينظم للموضوع وياخد الفايبر. والمره الجايه البركنجي سيل ديت يا تضرب اكتر يا تضرب اقل. يعني هو عباره عن كوردينيتور اوف بريسايز موفمنت تو برينج اباوت ذا نيسيسري ادجستمنت باي انفلوينسينج ذا موتور اكتيفيتي اوف ذا لوور موتور نيورونز. يبقى هو بياخد انفورميشن ويرجعها مره ثانيه عشان البروبر موفمنت تو ان ذا بروبر تايم. دي رسمة تانية بتبين لي برضو السيريبيلم وهو عمال يلف وجاله فايبر من تحت وطلعت على الريد وطلعت على السلمس وراحت على الموتور كورتكس ونزلت مرة تانية. هو دي الفانكشن بتاعة السيريبيلم كوردينيتور اوف موفمنت. طبعا اكسبيرمنتال ستاديز قالت لنا ان بيعمل بلانينج اوف سيكوينشال موفمنت. وعرفنا بقى ازاي هيعمل سيكوينشال موفمنت وتايمينج اوف سيكوينشال موفمنت. يبقى التايم والسيكونس بتاع الموفمنت والتايم والسيكونس دولت الاثنين كانوا طالعين فروم ذا لاترال زون. يبقى اللاترال زون هي بروفايد ابروبريت تايمينج فور ايتش سكسيدنج موفمنت. اللاترال زون الفيرمال والبارافيرمال ده ماسل تون في الابر واللور لمب واكسس اند سو اون. اما اللاترال زون قلنا بروفايد ابروبريت تايمينج فور ايتش سكسيدنج موفمنت. هو اللي بيظبط الدنيا ازاي؟ ندخل بقى شويه اني فايبر بالتحديد اللي بتظبط. اما باجي اتعلم حاجه جديده وان نيو موتور تاسك از بينج بيرفورمد اتعلم ازاي امسك القلم واكتب. بتعلم ازاي اشوط كوره وادخل جون اند سو اون. دي عباره عن انت بتتعلمها مره واثنين وثلاثه. ذا تاسك وير ذا نيو سيريبيلم از موست كليرلي كومز انتو بلاي Are those actions in which fine adjustment is needed. يعني السيريبيلم بيدخل يعلمك في المرحلة اللي انت عاوز تعمل فيها fine adjustment. هو اللي بيعمل الفاين adjustment ده الديفرنت فايبرز بتاعت السيريبيلم. وبالتحديد بص كده climbing fiber activity. يعني climbing fiber هي المسؤولة عن النيو موفمنت از بينج ليرند. اتعلم نيو موفمنت عشان اعملها في البروبر تايم وان ذا بروبر واي. هي دي الكلايمبنج فايبرز اللي طالعه خلال الانفيرور اوليفري كومبلكس. وده ربما يكون ده التفسير بتاعها اشمعنى دي الوحيده اللي داخله مباشره طالعه على البركنجي سيلز. هنا برضو ريفرنس بتاعنا واحد تاني غير الاولاني كده. وان انوفل motor skill is being learned the olivus cerebellar fibers. The olivus cerebellar هي اللي تعمل firing active يعني become more active when an error is made. لما اعمل خطأ ما بيتصحح بواسطة olivus cerebellar fiber. بص كده يقول لك short bursts of climbing fiber activity will depress Purkinje fiber responsible for producing error. انا باجي اشوط كوره اعمل جون باجي اكتب كلمه وايدي اتحركت فوق السطر ولا تحت السطر. اللي هيظبطها لي ديت كلايمبنج فايبر اكتيفيتي تو ديبرس
الايرور اللي اتصحت، الايرور اللي انا عملته ده عاوز اعمله ديبريشن عشان ما يحصلش مره تانية، يبقى عباره عن كلايمبنج فايبر اكتيفيتي. طب الكلايمبنج فايبر اكتيفيتي دي هتشتغل في حته بقى، مش بس على البركنجي سيل. بص كده، كلايمبنج فايبر بروفايد اتيتشنج سيجنال ذات انديوس سينابتيك موديفيكيشن ان بارالل فايبر بركنجي سيل سينابس. اشتغلت بالتحديد عند المكان اللي جايه فيه البارالل فايبر تعمل ريلي مع الدندرايتس اوف ذا بركنجي سيلز. يعني البارالل فايبر داخله من ناحيه والكلايمبنج فايبر داخله من ناحيه، والاثنين داخلين ويحصل لي تشينج في الكلايمبنج فايبر اكتيفيتي ديت، ويعمل لنا سبايكس كده وستيمولاي عشان يقلل الايرور اللي بيحصل ويديني موفمنت ان ذا بروبر تايم اند ان ذا بروبر واي. ده وجدوا السيريبيلم بقى مش بس كده، مش بس موتور. بص كده، السيريبيلم is responsible for non-motor function including cognition, emotion and language. والكلام ده لقوه في المونكز وبرضو موجود في الهيومن and so on. نطلع بقى بحتة سهلة كده، يعني سهلة علينا، وبعدين ندخل تاني على السيريبيلم، مش هنقولها بالتفصيل. كلنا حافظين السوبيريور سيريبيلر بدانكل، البلاد سبلاي اوف ذا سيريبيلم، سوبيريور سيريبيلر ارتري، سوري سوبيريور سيريبيلر ارتري، وبيتقسم الى ميديال برانش ولاترال برانش. والميديال برانش يغذي السوبيرو فيرمس والبارا فيرمس، واللاترال برانش يديني السيريبيلر هيبسفيرز. وفي بيرفوريتنج برانشز من السوبيريور سيريبيلر تدخل تغذي مين؟ ديب سيريبيلر نيوكلياي. يبقى الديب سيريبيلر نيوكلياي منين؟ supplied mainly from above, mainly from the superior cerebellar peduncle. بس جاي لهم supply برضو تاني من مكان تاني هنقوله على طول. بص كده نمرة اتنين، anterior inferior cerebellar. كنا عارفين anterior inferior cerebellar طالع برضو from the basilar artery، نفس النظام، وsupply pyramid والtuber والfolloculus، وفي penetrating fiber تدي الدنتيت. يعني الدنتيت نيوكليس جالها فايبر فروم ذا سوبيريور سيريبيلر ارتري وفايبرز فروم ذا انفيرور سيريبيلر ارتري. تالت ارتري عندنا اللي هو بوستيرور انفيرور سيريبيلر ارتري، وده بيغذي الانفيرور سيرفيس، وخد بالك بيغذي التونسلز اوف ذا سيريبيلر. طبعا الارتريز ديت يعني لها سيجمنتيشن، وانا قلته قبل كده مش هنقوله تاني. يعني السيجمنتيشن ده موجود في محاضرة البلاد سبلاي، سيجمنت 1 و2 و3 و4 و5 and so on. عاوزين لمن أراد أن يراجع الأرتريز دولت and their segmentation يرجع لمحاضرة البلاد سبلاي وذا برين، وهيلاقي الأرتريز ديت مشروحة in details. الفينوس درينج عندي مجموعة فينز سوبيرور وانفيرور، وملخص الكلام اللي موجود عندي ده كله to the surrounding venous sinuses، لكل venous sinuses اللي حوالينا، سواء superior petrosal, inferior petrosal, transverse, sigmoid and so on. يبقى to the surrounding venous sinuses. What about cerebellar dysfunction؟ لو حصل فيه dysfunction في cerebellum، خد بالك انت بتسمع signs و symptoms كتيرة، هلخصهم في ثلاث حاجات. ما هو السيمبتوم كان السيريبيلم كان ليه ثلاثة فانكشن، إكوليبريم ومصل تون وكوردينيشن. أما يحصل أفكشن للسيريبيلم الثلاثة هيبقوا أفكتيف. الإكوليبريم يديني ديس إكوليبريم، طب والمصل تون هيديني هايبوتونيا، والإن كوردينيشن يدينا إن كوردينيشن يعني ديس سينرجيا. يبقى الثلاثة فانكشن بثلاثة ديس فانكشن. وهنختم المحاضرة بعد شوية بالرول اوف 3. السيريبيلم كله تلاتات، هنقول كل التلاتات اللي موجودة في السيريبيلم. انا عاوز بس تحفظ لي هيبوتونيا وديس اكوليبريم وديس سينرجيا. وديس سينرجيا يعني ان كوردينيشن اوف ماسل اكتيفيتي. ما الان كوردينيشن بقى قوله على اي حاجة. يعني الان كوردينيشن ده ممكن يكون في الماسلز اوف ذا تانج وماسلز اوف ذا لارينكس وليبس اند سو اون، يعمل لنا سكانينج سبيتش. طب لو موجود في المسلز اوف ذا ترانك وابر لمب ولور لمب هيعمل لي اتاكسي. لو الان كوردينيشن ده موجود في الابر لمب يعمل لي ديسمتريا. اوكي، يعني اجي اعمل فينجر نوز تيست يطلع بعيد او قريب اند سو اون. يبقى كل ده كده نتيجه كلمه واحده، اللي كلمه ايه؟
in coordination أو dyssynergy. نرجع تاني التريمورز نتيجة برضو الانكوردينيشن. This diadococinesia اللي هو inability to perform rapid movement the supination or pronation. ما هي دي برضو عبارة عن incoordination of the muscles of the upper limb. طب النستجمس ما هو برضو عبارة عن incoordination of the muscles of the eye. Decomposition of movement عبارة عن برضو incoordination. يبقى كله رجعنا إلى incoordination of voluntary movement. Rebound أو lack of check يعني ما شد إيدي كده عليك أشد إيد المريض عليا وبعدين أجسيب إيدي مرة واحدة وهو بيشد روح إيده خبط صدره لأنه مش قادر يعمل كنترول. يبقى هما في النهاية برضو ثلاثة dysfunction في السيريبيلم, disequilibrium, hypotonia and dyssynergia or incoordination of movement. والincoordination ده يحصل في كل المسلز of the body. يديني بقى different signs and symptom. الليك تيست هيل نيك تشين تيست غلط والفينجر نوز تيست غلط والديس كديس دايدو كوكاينيزيا وديس ارثريا وديس ميتريا and so on. كل نتيجة الايه الديسينرجي. السيريبيلار ليجن برضو هنقولها بسرعة كده. في عندنا الرسمة دي قلتها قبل كده وبكررها. الرسمة دي الاريا دي responsible for the lower limb and the trunk. يعني anterior vermis syndrome هيأثر على الترنك والليج اتاكسيا. وادي السوبير لوب برضو يعني anterior لوب بس الحتة البوستيرور بتاعته هتديني المنطقة بتاعة الأبر لمب. يبقى الانتيرو بارت بتاع الانتيرو لوب اداني ليج وترانك اتاكسيا, ولو الجزء الثاني اللي هو بوستيرو يديني ابر لمب اتاكسيا. الهيمسفيريك سندروم اللي هو في النص ده اللي هو سوري الهيمسفيريك اللي موجود على الناحيه دي والناحيه دي هو ده اللي بيعمل لي الاتاكسيا ويخش بقى في الارم والليج وترانك اند سو اون وجيت. كل ده عبارة عن هيمسفيريك سندروم. ممكن أنتي إبليبتكس دراجز تأثر على السيريبيلم. الميدلاين سيريبيلم اللي هو الفيرمس نتيجة التيومر والميدالوبلاستوما هتلاقي النك الفيرمس كان بيعمل كنترول على مين؟ على الأكزيال ماسل. تلاقي الواحد مش قادر يسند دماغه, يا دماغه مميلة لقدام يا دماغه مميلة لورا, مش قادر يقف كده سليم أبرايت بوزيشن ولا قادر يمسك دماغه. يبقى اللي مش قادر يمسك دماغه ايه وجسمه ده عباره عن midline cerebellar lesion syndrome. والcerebellar hemisphere قلنا لو هو unilateral العيان يقع عاوز يقع على الناحيه اللي فيها cerebellar lesion, قلنا swaying to one side with dysarthria and nystagmus ده اللي هو cerebellar hemisphere لو هو bilateral. يعني cerebellar angle tumor هيبقى فيه cerebellar manifestation ومعاه 7 و8 سيريبيلر بونتاين أنجل تيومر سيريبيلر مانيفستيشن ومعاها كرينيال نيرف أفكشن 7 و8 كل واحد بالمانيفستيشن بتاعه. ممكن يكون فيه انهيريتد ديس أوردر سيريبيلر أتروفي زي فريدريكس أتاكسيا. أتاكسيا يعني عبارة عن ده بيبقى كومون ليجن عبارة عن أوتوسوما ريسيسيف هيأثر على البوستيرو كولم ويأثر على الكورتيكو سباينال ويأثر على السيريبيلم نفسه. ممكن سيريبيلو أوليفري ديجينيريشن في السيريبيلم ومعاه الانفيرور أوليفري نيوكليس. ممكن أوليفو سيريبيلر فايبرز بس ديجينيريشن. يعني بعض الحاجات الصغيرة كده على الجزء اللي احنا سمعناه المانيفستيشنز أوف سيريبيلر سندروم. بس الجزء اللي يهمنا اللي هو ثلاثة قبل ما نختم المحاضرة What is the rule of three regarding the cerebellum. سمعنا حاجات ثلاثات واحنا في السيريبيلم. كان السيريبيلم كونكتد ويز ميد برين وبونز وميدالا ودول عددهم كام؟ ثلاثة. يبقى كونكتد مع البرين ستيم بأجزاء الثلاثة ميد برين وبونز وميدالا. في ثلاثة بيدانكلز سوبيرو سيريبيلر بيدانكل وميدل سيريبيلر بيدانكل وانفيرو سيريبيلر بيدانكل. بقسم السيريبيلم الى ليفت هيمسفير ورايت هيمسفير وفيرمس في النص. تو سيريبيلر هيمسفيرز وفيرمس في النص بقى برضو ثلاثة. الفيشرز المهمين اللي عندي كانوا ثلاثة. برايمري فيشر وبوسترولاترال فيشر هوريزونتال فيشر. اللوبس برضو كانوا ثلاثة. انتيرو اللوب وبوستيرو اللوب وفلوكيولو نودولا اللوب.
developmentally, the cerebellum is divided into archicerebellum, paleocerebellum, and the new cerebellum. The connections بتاعته مع cerebellum كانت أساسا mainly مع vestibular nuclei ومع spinal cord ومع cerebral cortex. موضوع الثلاثة الأساسيين اللي كانوا داخلين على cerebellum مع vestibular nuclei بيدخلوا على cerebellum afferent pathways كانوا ثلاثة vestibular spinal cord and cerebral cortex. الفانكشن بتاعته كان له ثلاثة فانكشن equilibrium responsible for muscle tone and coordination of movement. Longitudinal subdivision كنا بنقسم السيريبيلم functionally into vermis, paravermis and lateral hemisphere. Vermis و paravermis و lateral hemisphere. Functional subdivision كنا بنقسم السيريبيلم إلى vestibulocerebellum, spinocerebellum and cerebrocerebellum. كنا بنقسم السيريبيلم إلى cord subdivision, cortex و white matter و deep cerebellar nuclei. Cerebellar cortex بالتلاتة layers بتوعه و cerebellar white matter و deep cerebellar nuclei. أدي cerebellar cortex molecular layer و Purkinje cell layer and granular layer. Cerebellar glomerulus. الglomerulus كان عبارة عن تلاتة مع بعض. المصي fiber rosette axons of the mossy fiber ومعها dendrites of the granule cell ومعها الأكسونز of the Golgi cells. كانوا الثلاثة دول بيعملوا للسيريبيلر كلوميريوس. السيريبيلر هوايت مطر كانوا كوميشورال فايبر يربطوا between the two cerebellar hemisphere, association fiber and the projection fiber. Association بيربطوا between the different areas وprojection اللي طالع أو اللي نازل. الديب سيريبيلر نيوكليا كانوا دينتيت وانتربوزد وفستيجيال. دنتيت وانتربوزد وفيستيجيال والانتربوزد كانوا كام؟ اثنين هم اللي هم امبولي فورم وجلوبوز. الارتيريا السبلاي كانوا ثلاثة posterior inferior cerebellar artery anterior inferior cerebellar artery and the superior cerebellar artery. cerebellar dysfunction كانوا ثلاثة hypotonia disequilibrium and dyssynergia. واخيرا thank you. اتمنى ان ما اكونش طولت عليكم. أتمنى أن يكون الكلام سهل. جزاك الله خير يا دكتور سيد. الله يخليك. علمك يا رب. هنقفل كده الورد.